السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامجكم الحياة والأبراج، الحلقة السادسة. الحقيقة النهاردة جو متوتر قوي قوي، أنا شخصيا جاي من مكان متوتر جدا، شايف فيه شوية حاجات كده مش مظبوطة، ربنا يستر على البلد إن شاء الله نعدي اللي احنا فيه ده على خير إن شاء الله. مصر هادمة ومصر قادرة إنها تستوعب أي نوع من أنواع الانفلات اللي احنا شايفينه دلوقتي. وعلشان كده النهاردة برضو حبيت ان انا اتفاعل مع الموضوع بشكل ايجابي واقدم موضوع يخص الاحداث اللي بتحصل النهاردة. احنا هنتكلم عن الخوف. طبعا انتوا بتقولوا يعني ايه الموضوع، انا النهاردة شخصيا حسيت بالخوف، يعني وانا نازل من بيتي، انا ساكن في وسط البلد، وانا نازل من بيتي عملت حاجة كده زي مغامرة علشان اوصل هنا للاستوديو، علشان اطلع معاكم، علشان حلقات البرنامج تفضل منتظمة وما احنا متعودين عليها زي ما هي. والحقيقة حسيت بخوف، حسيت بتوتر، حسيت ان انا ممكن يعني يحصل اي حاجة، وانا شايف الدنيا عمالة تخبط قدامي والشباب بتجري ومش عارف ايه والكلام ده، مع ان انا متعود يعني على الموضوع، لكن الموضوع اثار انتباهي جدا جدا. وقلت ليه النهارده ما نتكلمش عن حلقه بتتكلم عن مخاوفنا الكامنه او الاشياء اللي احنا بنخاف منها. والخوف انواع كتير جدا جدا، وهو من اصدق المشاعر اللي ممكن تنتابي الانسان وتحوله فجاه لانسان بدائي او اقرب للشكل الحيواني. وهنا ما بنقولش ان هو بيقل موضوعه، لكن بيستدعي غرايزه اللي فيها حب البقاء واللي فيها الكلام ده كله علشان يقدر يواجه الموقف بشكل او باخر. احنا عندنا الخوف انواع، منه الخوف المتوتر، والتوتر سواء يعني بيعكس الانفعال، سواء الانفعال داخليا او خارجيا، وتلاقي الانسان مشدود طول الوقت ووتره، الوتر بتاعه بيبقى مشدود قوي قوي كده، جاهز لاي لقطه، اي ذبذبه بسيطه تخليه ينتفض وتخليه يبتدي يخاف ويبتدي يتوتر ويبص بصه لتحت كده، باستمرار بيبص بصه لتحت كده ولورا كده علشان عايز يعرف ايه اللي بيحصل وراه او ايه اللي هيحصل، لان الخوف بيبقى باستمرار في الموضوع ده، بيبقى خوف من الكادر اللي جاي، من الحدث اللي جاي على طول. عندنا كمان خوف رمزي. الخوف الرمزي بيتيح للخائف انه يمارس مخاوفه بمجرد ما يشوف حاجه يفتكرها، تفكروا بالحاجه القديمه، انه يشوف شكل انسان معين مثلا بيفكروا بانسان تاني مثلا كان بيخاف منه وهو صغير، انه يشوف ترتيب معين للاحداث كده تخليه يتشائم ويقلق بسرعه ويبتدي يحس ان اللي يحصل وراه كارثه، زي الناس مثلا اللي بتخاف من الازدحام، او الناس اللي بتخاف من الخناقات والعنف الشديد قوي. الموضوع ده بيرجعهم لاحداث ممكن تكون حصلت في الطفوله او حدثت في وقت قريب، وبيسترجعوا بيها النتيجه مش بيسترجعوا بيها الحدث نفسه، يعني بيقولوا ان نفس المقدمات دي هتؤدي لنفس النتيجه الكارثيه اللي احنا حضرناها بشكل او باخر. وعندنا خوف من بيبقى مصحوب بالتشاؤم. يعني ايه؟ يعني تلاقي الانسان فجاه يقول لك انا قلبي مش مطمن، انا مش مرتاح للموضوع ده، انا عيني بترف وحاسس ان اللي هيحصل حاجه وحشه جدا كمان شويه. اللي على فكره الخوف ده بيبقى خوف صادق جدا، وبيبقى فعلا بيخلي الانسان زي ما قلنا سلكه بيبقى سلك الكهرباء بتاعه بيبقى عريان، جاهز لالتقاط اي ذبذبه معينه علشان يحس فيها بتاع الخوف. خوف هنا في النقطة دي بيبقى خوف غريزي أو خوف حيواني من الدرجة الأولى، لأن أنت بتقول فجأة يعني من غير أي سبب، ما عندكش أي مقدمات للموضوع ده، فإن أنت تقول والله أنا قلبي مقبوض، أنا مش مرتاح، أنا حاسس إن في حاجة وحشة هتحصل، أنا الإنسان ده أنا مش مرتاح له، الإنسان ده كميته مش جاية مع كميتي. الموضوع ده بيبقى ليه تفسير اللي إحنا قلنا عليه، إن هو بيبقى عنده غريزة حيوانية، خصوصا في استشعار الخطر اللي هو حاجة هتحصل يعني نتيجتها هتبقى مخيفة قوي قوي بالنسبة له أو مرفوضة تماما بالنسبة له. كمان إحنا عندنا في الخوف من المجهول أو من الأشياء التي تحدث خلف إدراكنا، يعني فجأة كده تلاقي نفسك بالموضوع ده بتحس ان هو في نوع من البارانويا شوية، يعني الانسان بيحس بالاضطهاد الشديد قوي، وبيحس ان هو مركز لتلقي كل السلبيات اللي هتحصل في الوقت ده، في مقابل ان هو يعني هيحصل له حاجة مريعة جدا جدا ممكن تخليه ما يقدرش يواصل الحياة نفسها. وعندنا خوف تاني من المستقبل، والخوف ده بقى هو كلامنا النهاردة،
ليه احنا بنخاف من المستقبل وخوف المستقبل بيكون شكله ايه. وعلشان كده انا هأجل النقطة دي يعني لنهاية المقدمة اللي انا بتكلم فيها عن الخوف او عن التوتر اللاشعوري اللي الانسان بيحصل له، بيحس بموجة تشاؤم عالية قوي قوي، بيحس ان هو مش قادر يعمل حاجة وان هو همدان شوية. عندنا كمان في خوف من نفسك، يعني الإنسان ممكن يخاف من ارتكاب الحماقات اللي توديه في طريق ما يعرفش يرجع منه، أو يتخذ رد فعل معين في موقف معين ممكن رد الفعل ده لا يتلائم تماما مع شخصيته اللي الناس عارفينه بيها فيتصدموا فيه. فهو طول الوقت يراقب نفسه ويشوف الموضوع ده، هل أنا ممكن فعلا أعمله ولا لأ؟ يعني هو أنا ممكن فجأة اصرخ او ازعق في الناس، او ممكن فجاه اقلب الترابيزه على الكل، او ممكن فجاه اواجه الناس بحياتهم واقول لهم اللي انا عايزه ولا لا. والخوف ده طبعا بيبقى يعني هو بينتاب ناس كتير، الخوف من نفسك، يعني الخوف من ان انت ترتكب شيء انت طول الوقت محافظ على كتمانه، والموضوع ده طبعا بيديكوا طاقه سلبيه غير عاديه. معانا تليفون ونقول الو. 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 يا اهلا. اتفضلي. تقريبا الخوف هي انا اسمي انت 11/6؟ لا لا انا عايزه اشوف حلوه كل مش عارفين. لا ترجموا يا كنترول، هي مش حتى الكنترول مش سامعك، يعني بطل كلامك شويه وقولي لي واحدة واحدة. انتي ها؟ انا عندي 19 سنة. عندك 19 سنة ها؟ وعايزة اشوف حاجة. وعايزة تستشيريني في حاجة؟ بعيدة عن الحلقة خالص. حاجة بره الحلقة خالص؟ طب قولي اللي انتي عايزاه. طيب انا بحب واحد جدا. بتحبي واحد؟ بتحبي؟ في حاجات كتيرة هو يقول لي كذا مرة. كده كويس. هاتوها هنا. هو برج القمر 28. هاتوها هنا. وانا 21/12. وانت 21 12. اوكي. تقريبا كل فترة 8/1 ده برج الجدي. انت معاكي برج الجدي. وشوية مش عايزني، وشوية اقول له انا بقى يعني انت مرتبط او حاجة عشان انا ابعد عنها. الفكرة دي تبقى ممنوعة عندي. برضه يقول لي لا انا مش مصرف انا بحبك، ويبعد ومش عايزه. انا عايزه افهم الدماغ دي عامله ازاي. عايزه تفهمي البني ادم ده تعمليه ازاي؟ لا انا اوريدي عايزه افهم، لاني ما حدش في الدنيا عارف يحل لي اللي انا فيه ده. وانا متعلقه بيه بطريقه رخمه فوق ما تتخيل. طب انت عايزه تعرفي ايه بالظبط؟ عايز اعرف هو يا ترى ده بيكذب ولا بيصطنع ولا ده ايه، ولا انا ابعد ولا اعمل ايه. هو عنده كام سنه؟ عنده 20. عنده 20 سنه ومش عارفه تفهمي اذا كان هو عايزك ولا مش عايزك. عايزه بالظبط. اوكي. هو برج الجدي. طيب خلاص انا هرد عليكي. هرد عليكي. حاضر. نرجع تاني للمخاوف ودي والبنوتة اللي كلمتنا دلوقتي، ده جزء برضو من المخاوف اللي احنا فيه. ما بنبقاش عارفين مصير علاقتنا مع الاخر شكله ايه، بنبقى عايزين نعرف المستقبل نفسه شكله ايه في الموضوع ده، ونفضل طول الوقت خايفين من ان احنا ما نبقاش عارفين ولا عارفين نحدد الموضوع، نخش جوه دوامة وما نبقاش عارفين نخرج منها، من حيث ان الانسان ده مثلا هل هو عايزنا، هل هو مش عايزنا، هل هنقدر نستمر معاه. دي نوع من المغامرة الغير محسوبة العواقب، والمفروض ان احنا نعمل ايه علشان نقدر نتأكد من الموضوع ده. طول الوقت الانسان بيخاف من المجهول، طول الوقت الحاجات اللي هي بتبقى مستغلقة عليه ومش قادر انه يعرف عنها حاجة، زي ما مثلا انت عايزة، زي الاخت اللي عايزة تعرف يعني بيبقى بارد جدا، يعني بتحس ان البرود بتاعه مسحوب بتقل الدم يعني. ايوه بالظبط. اوكي هرد عليك. ومشاكل كتير ما بيننا. مشاكل ليه بس؟ مشاكل ليه؟ مش عارفة اتعامل معاه. بيشتغل ايه؟ بيشتغل في سياحة في الغردقة. طبعا يعني الدنيا واقعة معاه خالص. بس هو في مكان وانا في مكان يعني. لكن لما بتتكلموا في التليفون لا مع بعض على طول مشاكل وكده. يعني هو في مكان وانت في مكان؟ مش فاهم. يعني انا قاعد في اسكندريه هو قاعد في الغردقه. ما بيرجع لك؟ مش بيرجع لك كل شهر؟
بيرجع لك كل شهر، الشويه اللي بيقعدوا معاكي في الشهر دول بيتخانق معاكي فيهم مثلا؟ احيانا يعني مش دايما. هم بيعجبوا طريقتي. اه طب انا هرد عليكي. ميرسي يا كابتن. هرد عليكي، نورتينا. الاب الجاد، الاب الدلو، زي ما قلت لكم ليه مواسم، كل ممكن كل شهر يحب له حد، يعني يحب بنته وطبعا هو بيبقى الحب الاكبر عند الدلو، عند الرجل الدلو او الاب الدلو بيبقى عند بيبقى للبنات مش للصبيان، يعني تلاقيه بيحب البنات اكتر من الصبيان، بس بقى في مقابل حبه ده بيضايقها قوي قوي بملاحظاته وبملاحقته وبانه هو طول الوقت يتهمها ان هي ما بتفهمش، ان هي ما بتراعيهوش، ان هي ما بتسالش عنه، يتقمص في وشها. وعلى قد حجم نقد الاب الدلو لبناته، على قد حب على قد حبه المتواري وراهم. واحنا بنستاهل جدا جدا ان احنا نمتص الدلو، الاب الدلو، بان احنا نضحك في وشه ونقول له اه ما انت اليومين دول مع فلانه غي علينا، صح انت دلوقتي مع اختي كبير عليا، ماشي يا عم براحتك خد وقتك وهترجع لي تاني، هي اصلا ما بتريحكش انا اللي بريحك. وعادي جدا انك تقول الاب الدلو كده، هيتقبلها منك، ممكن يشتمك وبعد كده يكمل شويه المحبه اللي بديهم لاختك، بعد كده يرجع يحبك انت تاني ويحطك تحت بؤره الضوء. بالنسبه لجوزك اللي هو مسافر في الغردقه وبينزل لك اسكندريه كل شهر، بتحسوا ان انتوا ما بتتفهموش مع بعض، واكيد طبعا الاتصال بينكم بيبقى على السكاي بي مثلا او على الفايبر او على التليفون وات ايفر، ايه الاتصال اللي بينكم؟ اعرفي ان السياحه مضروبه والدنيا خربانه على الرجاله، بالذات الناس 20 مليون مصري متاثرين تاثير قاتل، يعني كانه بالظبط اترشوا بغاز اعصاب او بغاز مبيد حشري. الرجاله كلها في مكان السياحه دي عايشه على اعصابها، ويا دوبك هو ممكن يكون يا دوبك بيقبض المرتب علشان يبعتوا لك عشان تعيشوا وتكملوا حياتكم الزوجيه. حطي الحقيقه دي قدامك وانت بتتعاملي معاه علشان تعرفي تكسبيه. الموضوع موضوع تفهم بس مش اكتر. الجدي كريم واللي معاه ممكن يديهولك كله، هو ما عندوش مشاكل في الموضوع ده، بس تحملي منه واول ما يتصل بيكي، اول ما يتصل بيكي اخبار الشغل عملت ايه في كذا، وتكوني عارفه التاريخ اللي قبله ان هو مثلا حصل له مشكله في كذا وهو حكى لك عنها او نوه عليها. هو اول ما يحس انك مهتمه بيه وهو هناك عن طريق انك تعرفي عادي اصرفي من وقتك نص ساعه ولا ساعه في اليوم لجوزك علشان يضمن تضمني ولاءه ليكي، وهو يبقى محتاجك باستمرار ان يقول لك اللي عنده ويحصل بينكم التلاؤم، واتمنى لك حياه سعيده. خلي بالك من بابا الدلو، ها عادي هو حركاته بتبقى كده يعني. هو الجوزاء وهي الجدي. هو الجوزاء وهو الجدي وهي الجدي وعايزه تعرف نسبه التوافق. هي الجوزاء وهو الجدي وعايزه تعرف نسبه التوافق. الجدي والجوزاء ما بيتفقوش قوي، بس الحقيقه بيبقى بينهم العلاقه كده مزنده شويه، اللي هو ايه ها ايه اوعى. وبقى في نفس الطريقه برضو الجدي يتعامل معاها بانه ينتقدها بشكل لاذع او يهاجمها هجمه فجائيه، لكن لازم احنا ما ناخدش هجمات الجدي مش قاتله، هجمات الجدي بس بتحدث، يعني يوم ما تحدث بتحدث كدمه بس في كرامه البني ادم او بتحدث كدمه في العلاقه، بس كدمه زرقاء طبعا، بس ما بيبقاش بينهم الانقطاع ولا بيبقى بينهم الاذاء او الشيء القاتل اللي ممكن يعملها مثلا الهجمه بتاعت الاسد ولا الهجمه بتاعت الحوت ولا الهجمه بتاعت العقرب. الجدي هجماته مهما كانت جامدة قوي الا انها في داخليا بتبقى مبطنة من السفنج ما فيهاش اي مشاكل. معنا تليفون، معنا تليفون ونقول الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير. منال. اسمك منال. منال اهلا يا منال. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا برج الحمل. ايوه. واللي انا مرتبطه بيه برج العقرب. والمشكلة ان هو بيقول لي ان هو جدا. اه صدقيني. وما يقدرش يستغنى عني. لكن كذاب قوي. ايوه. يعني يكذب عليا كتير جدا. بيعمل عليكي حوارات. حوارات جامدة جدا. جامدة جدا جدا. بتكتشفيها؟ جداً. بتكتشفيها؟ ايه؟ بتكتشفيها؟ بتكتشف الحوار؟ اه بكتشفها وبثبتها له بالادله. ولما بتعملي ده كله هو بيعمل ايه؟ بيقعد يحلف لي ان انا بعمل كده عشان مش هستغفرك وبحبك وما اقدرش استغنى عنك يعني هو قال لك الاجابه اهو. هو انت فاكره نفسك يعني مركز مراقبه؟ يعني هو لازم يديكي تفصيل كامل عن حياته طول الوقت يا حمل يا منال؟ لا طبعا انا ما قلتش كده. مال.
انا سايباه براحته جدا وبيعمل كل اللي هو عايزه، لكن بيجي على وانت لو سايباه براحته مش هيعمل، مش هيكذب يا منال. لا ما هو كذاب، لان هو دي طبيعته، هو في موضوع الكذب. حتى اهله نفسهم بيقولوا لي هو كده، هو الكذب ده في دمه. يعني هو كان متجوز. لما انا اتعرفت بيه قال لي ان هو منفصل عن مراته. فلما انا جوايا احساس، او ما اعرفش، احساس كده ان انا بحس بالبني ادم اللي قدامي اذا كان بيكذب ما بنتكلمش. فحبيت ادور وراه، فعرفت ان هو عايش مع مراته. ففاجئت بالموضوع دوت. فقال لي اصل انا مش عايز اخسرك، وانا مش عارف ايه، وانا هنفصل عنها ومش عارف ايه. وفعلا انفصل عنها. وهو معايا اكتشفت ان هو عارف واحده تانية وماشي معاها. بيحب الموضوع قوي. ده العقرب بيحب الموضوع. وجيت قدم لي. وبعد ما اتقدم لي بست شهور فوجئت ان اللي كان ماشي معاها ديت اتجوزها. يا عيني. واخد بال حضرتك؟ واخد بالي. فطبعا الموضوع ان الست دي طبعا شافت مكالمتي على تليفونه، فراحت متصله بيا وقالت لي ان هو متجوزها وبقاله سنه. لما فاجئته بكده قال لي انا اتدبست في الموضوع، واخوها شافني انا وهي فدبسوني في الموضوع فاتجوزتها، لكن انا مش مستقر معاها. وقعد في بيت والدتي، وانت عارفه ان انا قاعد في بيت والدتي. يعني اتجوزها بس مش عايش معاها. يعني اتجوزها؟ لا بيروح، هو كذاب، هو بيروح. لان انا بقى لا هو اكيد بيروح يتجوزها، ما دام متجوزها يبقى اكيد بيروح، يعني بيروح لها كده. فبيقول لي انا بس لحد ما ظروفي تتحسن واسيبها ومش هسيبها. هو انت متجوزاه ولا هو خطيبك؟ ما هو المفروض ان خطيبي ده المفروض. طب انا عايز اسالك سؤال كده لقلبك، يعني انت ايه اللي مخلياكي مستحمله الكلام ده كله؟ بتحبيه مش كده؟ انا بحبه بصراحه. بتحبيه، يبقى اول بند في الصفقه ان انت بتحبيه. انت منال، انت اسمك؟ انت منال؟ ايوه. بص يا منال، يبقى انت اول نقطه هنسجلها في الموضوع ده ان انت ايه؟ بتحبيه. جميل. أيوه. جدا. هو انتوا داخلين على جواز خلاص؟ يعني هل انتوا ظروفكم سامحه بان انتوا تتجوزوا في اقرب وقت ممكن، ولا هو عمال يتجوز واحده وبعدين راح يتجوز واحده تانية غصب عنه؟ يبقى هو ايه؟ مزواج. لا يعني هو ظروفه تسمح. لا لا لا، هي اتجوزها دي اتجوزها بناء على ان اخوها شافها فقال له ما ينفعش. اتورط في الجوازه دي يعني. اتورط في الجوازه، هم بقى جابوا الشقه وفرشوها وجوزوه. هو ظروفه حاليا الماديه دلوقتي صعبه جدا. فكل ما يجي يتكلم يقول لي انا مش عايزه اتجوز واستقر لما اكون انا مستقر ماديا. ايوه. انا مش هكذب على حضرتك، انا والدتي متوفيه وانا قاعده في شقه لوحدي وجاهزه من كل حاجه، لكن هو رافض ان هو يعيش معايا. رافض انه يعيش معاكي وانت عندك شقه وجاهزه انكم تتجوزوا بكره. سيبيه. نعم؟ سيبيه. اسيبه؟ سيبيه. هو اللي هيرجع لك. هو احنا دلوقتي حاليا، لان انا كنت قايله هو عجباه، هي عجباه حته انه عمال يتنطط من واحده لواحده. خلي بالك، واخده بالك، نسيب جنس جديد. كل ما ابعد الاقي نفسي برجع تاني. احنا دلوقتي حاليا دلوقتي يعني هو لسه امبارح مثلا بكلمه وبقول له لو انت رحت لمراتك قول لي ابقى عارفه. لا انت مش من حقك تسالي، لان مفيش بينكم علاقه. ايه العلاقه اللي بينكم؟ العلاقه العاطفيه. انت بتقولي في حكم المخطوبين، يعني انت مش من حقك تساليه بشكل حقيقي غير وهو جوزك. انا ما قصدتش، انا اقصد ان انا بدل ما اعرف من بره اخباره ان هو بيكذب عليا، لا قول لي وانا هتقبل الموضوع دوت. لما يكون في بينا وبين بعض صراحه انا هتقبل. لا يا ماما، ده عايز امر واقع، يا ان يا اوت. انا عندي الدنيا جاهزه وانت واقع، يعني المفروض ان انت، انا بالنسبه لك حل مريح، بيت ماما شقتها جاهزه وانا موجوده، واحنا ممكن نتجوز باقل حاجه وباي حاجه ونتلم على بعض ونقعد في شقه ماما، واخواتي مش معترضين، واخواتك مش معترضين. يبقى الموضوع فيه ايه بقى؟ يبقى هو يا اما عنده تطلعات تانية عايز يعملها وراكنك انت، عرف الحال، ما هو ضمنك عشان انك بتحبيه، هو بيستعبدك من النقطه دي، واخده بالك؟ يا اما هو بيلعب بيكي اصلا، وفي الحالتين حطيه ان اوت لمصلحتك. ده انت الف راجل يتمناكي، خلي بالك. في ظروفك دي رجالة مش لاقية تتجوز وهو قاعد عند امه، يبقى ايه؟ ركزي واعرفي مصلحتك كويس قوي وانت بتتعاملي معاه. خلاص؟ منال؟ خلاص يا منال.
يعني هي دلوقتي ما عندها الشقه جاهزه وهو بتقول لك وقع ومش شغال وبتاع وعمال يتجوز من واحده لواحده وبتاع، يبقى هو رافض ليه ان هو يرتبط بيها ويتمم ارتباطه بيها؟ ولا هي مساله حب وخلاص؟ الشباب بيبقوا فرحانين قوي انهم ليهم علاقه ببنت ظروفها كويس وبعدين يلعبوا بيها. طب ما تتجوزها، ما هي اولى بقى من ده كله، اولى من اللي انت بتعمله ده كله. يبقى انت سبب رفضك لازم يكون سبب يخليها هي اصلا ما ترضاش ترتبط بيك. ايه هو بقى سبب رفضه؟ احنا هنعرف بعد كده. طيب ايه؟ انا هبه، قلنا هبه. ايه الانشطه اللي ممكن نمر؟ قلناها دي برضو. انا محمد من الاسكندريه، تاريخ ميلادي 11/1، هو جدي 88، عايز اعرف عن الحب والجواز والعمل. 88 يا كنترول، يبقى عنده كام سنه؟ 88 2000 98 10 2008 20 و4 عنده 25 26 سنه. طيب الناس دي انا على فكره الحسابات بتلخبطني، الارقام بتلخبطني، ما اعرفش، ما عندي بيسموها النسيان الهستيري، اللي هو لما بقصد افتكر الخانه المعينه او الرقم المعين بنساه. والموضوع ده فكروني بقى اعلمه لكم ازاي نتغلب على الموضوع ده شويه بشويه في طرق المذاكره المختلفه. وانا ما بوجهش كلامي للمتفوقين واللي بيجيبوا امتيازات واللي بيجيبوا جيد جدا وتقديرات عاليه، بوجه كلامي للناس اللي يدوبك يدوبك بينجحوا، اللي هم بدل ما يشيلوا الماده نتعلم شويه حاجات معينه كده، نلم بيها حصيله كام ماده معينه اذا كان على المستوى العلمي او الادبي علشان نعرف نجتاز بيه الامتحان ونخرج لبره الامان ومقبول، احسن من ضاد وضاد جيم، بدل ما تقعدوا في الصيف ولا تقعدوا تشيلوا الماده السنه الجايه. ازيك يا تامر؟ انا بشير، اهلا يا بشير، 22/9 وحبيبتي برج الثور، عايزه اعرف مدى التوافق. بص يا بشير، برج الثور عايز شويه حنيه ودلع وان انت تشاركها في شويه اراء كده وتبين لها ان انت موافقها على شويه حاجات هي بتبقى عايزاها. لو قدرت تعمل الكلام ده كله وتعرف تحسم موقفك وتاخد القرارات سريعه ويبين لها ان انت حازم وقاطع، الموضوع ده يخليكوا تستمروا استمرار كبير جدا. انا امام برج السرطان وجوزي اخر يوم في العقرب. مناسبين لبعض ولا لا؟ مناسبين لبعض، السرطان والعقرب يعني زي السمنه على العسل، يعني مفيش مشاكل، بس هم طبعا يعني داخليا بيبقوا بيقطعوا في بعض، يعني لان الست السرطان ما بتسكتش لتصرفات العقرب قوي، بتبقى حنينه جدا عليه، يعني لما يجي بالليل لو فاتته عزومه ولا فاتوا حاجه بتبقى ممكن تشيله نايب وتفضل قاعده مستنيه بالليل لحد ما تاكله وتتاكد ان هو بقى كويس، مفيش مشاكل. بس هل العقرب بيقدر ده ولا ما بيقدروش؟ لا ما بيقدروش قدامك انت، بس بيقدروا بينه وبين الناس الثانيه، يقول لكم المدام عملت معايا كذا وكذا وكذا، لكن معاه هو انت ممكن تحسي اصلا ان انت ارتكبتي فيه معصيه، ان انت ما عملتلوش حاجه كويسه، ممكن يكشر في وشك بعدها، لكن هو بره بيخلي سمعتك برلاند. معانا تليفون؟ معانا تليفون ونقول الو. ألو. ايوه صباح الفل. الحمد لله الحمد لله. مين معايا؟ ايه سماح. اهلا يا سماح. اهلا. بتتابع البرنامج يا سماح؟ طبعا. برافو عليكي. اتعلمتي مننا حاجه يا سماح؟ اكيد طبعا. انا عايز كل الناس اللي بتتفرج، انا عايز كل الناس اللي بيتفرجوا علينا منهم سماح طبعا، لازم يكونوا اخطر من الاخرين، وهم واحنا بنديلهم شويه الاسرار البسيطه اللي يتعاملوا بيها مع الاخرين. اتفضلي يا سماح. انا عندي مشكله صعبه جدا 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 واتمنى ان انت تساعدني تحلها. اكيد طبعا، بس وطي صوتك. انا مرتبطه بشخص. انت ايه؟ مرتبطه بشخص. اظبطوا لي الصوت شويه. ايه؟ مرتبطه بشخص. مرتبطه بشخص 29/1. ايوه. 72 دلو. ايوه. ها. وانا 4/4/79. وانت حمل 79. 4/4/79. 76. بقالكوا قد ايه مرتبطين؟ حاليا دلوقتي ممكن تقول 7 شهور. 8 شهور. طب انت كنت متجوزه قبل كده؟ لا. يعني لم يسبق لك الزواج ولا الارتباط ده اول واحد مثلا؟ انت حمل؟ لا انا حبيت، بس ما كانش فيه نصيب يعني. كان كتير؟ لا. طب ننتقل لعلاقتك بالدلو اللي معاكي، ماله بقى؟ ايه المشكله الكبيره اللي عندك معاه؟ المشكله يعني عارف حضرتك جواز الصالونات. زواج الصالونات. حد ايه؟ انا عندي عريس عايز يتجوز، فبروح اشوفه يشوفني، يعني عارف حضرتك. طبعا انت مريتي بالتجربه دي كتير. اكيد طبعا. واستويتي منها. وبتتوقعي طول الوقت ان الراجل هيجي مش مناسب مش هيعجبك. كملي. فانا شفت الشخص دوت، اعجبت بيه وهو اعجب بيا والحاجه كانت حلوه قوي.
العيب الوحيد هو كان متجوز وهو فكر في الجواز بعد فترة من انفصاله من مراته. يعني هو كان متجوز وانفصل عن مراته، مخلف منها؟ اه. مخلف منها ايه؟ ولد وبنت. عنده ولد وبنت، هو منفصل تماما عنها؟ اه، بقاله 7 سنين. بقاله كم؟ 7 سنين. 7 سنين، تمام. وولاده في الجامعه يعني كبار. اه، ما هو اكبر منك ولاده في الجامعه، ده هو 72، ما يبقى ما يلحقش ولاده تبقى في الجامعه. بطلت ثانوي. اه، بنات اكيد، مخلف بنات بقى. متجوز صغير. اه، متجوز صغير، اوكي. أوه. صراحه يعني ممكن تقول ان هو حصل التاني من الحلقه اساسا من الموسم الثاني من برنامجكم الحياه والابراج. كان في حاجه هنا كانت بتتكلم عن الخوف، بس انا مش عارف كنت حاطط فيها فاصل ومش لاقيها. كانت بتاعت واحد اسمه فرانسوا سيمون لوفي. الراجل ده كان بيتكلم عن الخوف على اساس ان ساعات كتير جدا جدا القوى العليا والجن والاشباح والشياطين هي اللي بتسبب للانسان حاجه معينه من الخوف. ولما انا ذكرت ولما انا دورت على الموضوع ده بعد كده لقيت فيه كمان اجابه شافيه في القران الكريم بتقول انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. فالموضوع ده فعلا ساعات كتير جدا جدا الخوف بيبقى جاي من الشياطين، جاي من القوى الموجوده جدا واللي يهمها اطلاق راحه البني ادم. في حاجه مهمه جدا جدا كمان انا كنت عايزه كنت اكتشفتها في كتاب اسمه الانسان روح لا جسد، وهو شرح مطول للموضوع ده. وان كان بيقولوا لكم ايه بقى؟ كانوا بيقولوا ان الشياطين ما بتخليش الانسان يرتكب الـ 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 الخطا او يرتكب الخطيئه او المعصيه، هي بس بتقول له عليها. الانسان هو اللي بيتولى ارتكابها علشان يشبع الغريزه اللي الشيطان فكروا عليها. ولو الشياطين اصلا ما يعنيهاش ان الانسان يشبع غرايزه، بالعكس هم يهمهم قوي قوي ان الانسان طول الوقت يفكر في ارتكاب الخطيئه ولا يفعلها. في الموضوع ده بالذات تعذيبه في الموضوع ده، وعلى قد ما الخطيئه او على قد ما الفعل المحرم بيدور في بال الانسان، على قد ما يعذبه قوي قوي ويحسسه بخوف من كتير قوي قوي ويؤدي بيه في النهايه لارتكابه. طبعا مش فاهمك الموضوع ده، هو مش عارف يعني هو متركب كده ازاي، بس انا حسيته منطق لوجيك قوي قوي في الموضوع. بص على رسائل بسطه كده وبعد كده نرجع نكمل الموضوع بتاعنا. اه، البنت اللي اختين زي ما قلت لك اعملي معاها عصابه، خليكي لذيذه معاها، هاتلها حزام، هاتلها شوز، هاتلها اكسسوار، هاتلها شامبو شيك قوي او غالي للشعر مثلا، الحاجات اللي هي فيها المنظفات، الكلام ده كله البنات لو انت عايزه تتقربي لها وقادره ان انت يعني عندك المقدره ان انت تهديها. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك تهادوا تحابوا، يعني عادي جدا ان انت تجيبي لها حاجه معاكي. انا جبت لك ده، انا جبت لك قلم الروج ده، انا جبت لك كذا لجهازك، مش عارف ايه. الحاجات دي كلها بتخلي البنت السرطان بعد التصلب اللي هي بتتعامل بيه معاكي، خصوصا ان هي ما عندهاش ثقه فيكي لانك جوزاء، وهي بتحس انك بتتكلمي عليها من وراها، او بتحس ان انت بتبص لها بصه ان انت عمرك ما هترضى عن عمرك ما هترضي عنها، فهي تلقائي بتلاقيكي بتقول لك الكلام ده. خلاص اوكي ماشي. طيب لو سمحت نفسي ادرس ابراج، فين في مصر؟ انا برج الحمل وحبيبي برج القوس، برجاء الرد ارجوك. لو سمحت نفسي ادرس ابراج، فين في مصر؟ سؤال صعب، سؤال صعب. علم الابراج وعلم الفلك يا جماعه بيعتمد اعتمادا كليا اولا واخيرا على الملاحظات، وبعدين تقعدوا تقروا شويه في موضوع الابراج والسمات العامه بتاع الموضوع ده وتطبقوا اللي بيحصل. زي ما انا جمعت العلم اللي انا يعني بتكلم فيه معاكم والدراسات اللي انا بتكلم فيها معاكم جمع يدوي، جمع عن طريق ملاحظه اعلى تكرار بيحصل في الموضوع، وابتديت ادمج بينه وبين علوم الروحانيات اللي انا درستها على ايدين اساتذه عظام جدا جدا. في واحد بينهم الله يرحمه بقى ويحسن اليه، كان راجل عظيم جدا جدا، هو كان دكتور في الجامعه لكن كان عنده اهتمام غير عادي بالموضوع ده، وهو فعلا اسس معايا الله يرحمه طبعا هبقى اكلمكم عنه بعد كده، لانه هو ساب لي شويه ملاحظات كتير جدا هنبقى ندرسها مع بعض، انا اعتبرتها بصراحه كنوز بالنسبه لي. معانا تليفون، كان معانا واحده قبل الفاصل. كان معانا اللي هي جوزاء الام الجدي، مش كده؟ الام الجدي اللي هي ترزعها على طول بالكلمه كده وتروح قايله لها الموضوع، يا شيخه روحي ده انتي عامله زي العبيطه، جاتك مين المفروض تعملي كذا. الامهات الجدي بيتكلموا كده على فكره.
كلامهم بيبقى شوية ليه وزن تقيل أتقل من الكلام العادي، بيطلع منهم وبيبان ان هم في الموضوع ده ممكن يكونوا عدوانيين بشكل مباشر معاك. لكن على فكرة الأم الجدي لا تقصد ده، الأم الجدي بيبقى قصدها ان هي تعبر عن وجودها أولا، يعني أنا موجودة وأنا بقول رأيي، ورأيي على فكرة مهم جدا وصح ولازم تاخدي بالك منه. على حسب رد فعلك وبصة عينيك الماما وهي بتقولك الكلام ده كله، على حسب موجة الغضب التانية ولا موجة الانتقاد اللي جاية وراها، أنت ممكن تتعاملي مع الجدي بطريقة جميلة جدا، إنك تضحكي في وشها. يعني بجد يا ماما انت هو انت شايفاني عامله، تقول لك اه المفروض تعملي كذا، ما شفتيش صاحبتك عامله ايه ومظبطه وانت بتعملي كذا. الموضوع ده بيبقى في وقت من الاوقات، ثواني عليا، الموضوع بتاع الام الجدي مهم. الامهات يا جماعه احنا المفروض نتعامل مع الامهات بطريقه فنيه، يعني ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الام باستمرار ان هي مصدر ازعاج لينا، لا ده الام بتقدم حاجات كتير قوي. اه الام بتبقى على بتبقى صار يعني عندها نوع من الصرامه الشديده قوي في اوقات كتير جدا، خصوصا مع بناتها، علشان يهمها ان هم ما يرتكبوش نفس الاخطاء اللي هي وقعت فيها زمان، فتلاقيها عندها هستيريا في 1 2 3. الهستيريا في 1 2 3 دول بيطمنوا الامهات فيهم، يعني عرفيها يعني ايه المشكله لما مثلا تبقى ماما راضيه عن اصحابك، دي حاجه مهمه جدا ان هي تبقى راضيه عنهم، وان انت ممكن تدخليها في اصحابك وتخلي اصحابك يتعاملوا معاها ويكلموها ويسلموا عليها. الموضوع ده يدعم علاقتك بماما قوي قوي قوي، مش هي مثلا في وادي وانت في وادي، هي ما في جيب معزول بتنس ضغطها الشديد قوي عليك في انتقادك وبهدلتك، وانت في نفس الوقت ما بتمارسيش غير الفور والزعل وتخبي عليها وتمارس انت حياتك مع اصحابك. لا دخلي ماما في حياتك مع اصحابك. ولازم كل واحد فينا يبقى فخور بامه، يعني انا شخصيا كنت فخور جدا جدا بامي جدا، وكانت بتعجبني تصرفاتها جدا، ولما كانت بتعمل حاجه ما تعجبنيش قوي اداري واقول لا ماما صح، ماما بتعمل الموضوع ده بشكل او باخر، ما كنتش بوصلها طبعا لمراحل التقديس، لكن كنت طول الوقت بتعامل معاها ان هي قيمه محدده ولازم ابقى فخور بيها. لو ماما بتتكلم مثلا بشكل بلدي ممكن ما يعجبش اصحابك، او بشكل فج قوي، او بشكل ممكن يبين ان انتوا شعبيين شويه، او الكلام ده كله. على فكره اي بنت فيكوا او اي ولد بيتعامل مع امه من منطلق انت هتتعاملي كذا واحنا المفروض نبان كذا، الموضوع ده خطا تماما. الانسان بيبني شخصيته بنفسه بمكتسباته، مش بيبنيها عن طريق امه. امه بتحافظ وبتربي وبتلعب دور ان هي جابته للحياه، وهو واجب عليه ان هو يتعامل معاها بتقبل شديد قوي. انا ما طبعا الاديان كلها وصت على الام، لكن انا بتكلم على الموضوع من النقطه دي. معانا تليفون ونقول الو. الو الو، اهلا وسهلا، اتولي اتفضلي معاكي. اسمك سلمى؟ لا فريده. فريدة، الله اسم فريدة ده جميل جدا، اتفضلي. شوفوا ايه عايزة انت ايه؟ ها عايزة تعرفي؟ انا ما فهمتش غير كنت عايزه اعرف واحد تسعة. واربعة 11 عقرب، اربعة تلاتة الحمل، واربعة تلاتة اربعة تلاتة الحوت مش الحمل، اربعة تلاتة الحوت. طيب يا فريدة حاضر هرد عليك. والله الحوت 4 3 و1 9 العذراء بيتفق اتفاق فلكي كبير قوي، بيحصل بينه نوع من الانجذاب، لكن باستمرار الحوت هيبقى قلقان ومتضايق ومالل قوي قوي من تصرفات العذراء، لكن العلاقه بينهم ما بتنتهيش. نور رسائل يا عماد، نور رسائل علشان الكنترول، يعني كل مره يتخانق معايا بسبب ان بيبقى الرسائل كتير جدا وما بلحقش ايه كده يعني. بس اهم على فكره الرسائل عندي اهم من المكالمات، لان الرسائل بتخليني اقدر اركز شويه زي ما انتم شايفين، بسبب المواضيع دي الصوت ساعات كتير قوي ما بيبقاش واضح. انا منار برج الدلو وماما برج الحوت، ماشي، وعايزه اعرف ازاي اخليها تحبني وتريحني، وكمان اخواتي عامر
برج الحمل وكرم برج السرطان، عايزاه عشان هما بيغيروا. اول حاجة الماما برج الحوت بيبقى عندها يعني تفرقة شوية، تلاقي الام بتفرق في المعاملة بين فلان وفلان، وتلاقيها بتختار اسوأ الاخوات وتدلعوا مثلا، فممكن الموضوع ده يزعلهم جامد قوي ويزعل الاولاد بتوع الام الحوت منها بشكل او باخر. لكن هي عندها لقطة في منتهى الذكاء، نقدر نقول كده لقطة في منتهى من تحت لتحت كده، بتخلي كل ولادها يحبوها بنفس الدرجة المتساوية. يعني هي لو ما حبتهمش كلهم على نفس الدرجة بتخليهم كلهم يتعلقوا بيها بشكل او باخر. الام الحوت، على ان الحوت برج سلبي الا ان الام الحوت بتبقى قوية الشخصية جدا، وبيبقى ساعات اوقات كتير بيبقى دمها خفيف قوي قوي، حتى في عقابها بيبقى دمها خفيف قوي، حتى في عدوانيتها بيبقى دمها خفيف قوي، بس هي بما يكفي. ازاي تخلي برج الحمل وبرج السرطان بيغيروا؟ بيغيروا من ايه بقى؟ هل بيغيروا منك انت شخصيا، ولا بيغيروا علشان علاقتك بماما كويسه؟ ولو علاقتك بماما كويسه ما كنتيش سالتي على التوافق اللي بينك وبينها، فانا مش فاهم النقطه دي بصراحه. يعني هم بيغيروا قوي دي مش فاهمها معناها ايه. انتوا فاهمين يا كنترول؟ ايه الانشطه اللي ممكن يمارسها برج الحمل سواء ولد او بنت علشان يحس؟ عشان يحس والله. بص، برج الحمل ممكن يمارس كل انواع الانشطه اللي فيها نوع من المسافات الطويله، يعني يروحوا مشاوير بعيده، يلعبوا رياضه. الحمل يعني برج رياضي اصلا، والمواضيع دي بتلائم شخصيته وتخلي الولد والبنت مزنهرين كده وعندهم نوع من الحيويه، غير اصلا الناس بتوع الحمل بيقعدوا فتره طويله جدا عقبال ما يبان عليهم السن. يعني تلاقي البنت عندها 30 سنه وشكلها عندها 25 سنه 20 سنه. الموضوع ده يمكن دي هي صفه كده ربنا بيعوض بيها بنات برج الحمل، علشان هم اصلا في علاقه العاطفيه بيبقوا مرتبكين، واوقات كتير جدا بيتاخر سن الزواج عنهم. كمان برج الحمل ممكن يمارس النشاط الالكتروني، ان هو رسائل وينزل ويعمل بلوجرز ويعمل ويدون ويكتب حاجات، والحاجات دي كلها على فكره بتلاقي برج الحمل جدا. ممكن كمان برج الحمل يتعلم الجرافيك. الجرافيك في برج الحمل والحاجات السريعه المتتاليه والثري دي والكلام ده كله بيلائم طبيعه الحمل قوي، بيخليه يقدر يمسك قوي قوي في الموضوع ده ويتحكم فيه، باعتبار ان الحمل اكتر برج بيعرف يسوق بسرعه جامده قوي. طيب، انا هبه 14 سنه، انا برج الجدي، بحب شخص 15 سنه برج الثور بس هو زعلان مني. انا هبه 14 سنه بتحب واحد برج الثور بس هو زعلان منك. طب يا هبه، هو زعلان منك ليه؟ ها؟ هل انت مثلا هو كلمك بشكل مش كويس او مش محترم، او هو اتعامل معاكي بخشونه، او هو اتعامل معاكي باسلوب خارج عن حدود الادب، فانت مثلا رحتي قفش عليه او لطشتي بالقلم فهو زعل منك؟ اعرفي كويس قوي ان لو الموضوع ده كده خليكي زي ما هو، خليه هو زعلان منك ويتفلق كمان، مفيش اي مشاكل. لكن انت لو عايزه تصالحي برج الثور عادي، ممكن مكالمه بسيطه زيك او رساله وخلاص على كده، بس خلي الصداقه بينكوا وخلي الحب بينكوا يشوب الاحترام، علشان كل واحد فيكوا بعد كده يعرف يتناسق بالاخر. لسه قدامك الحياه كبيره جدا جدا يا هبه، ما تندفعيش وما تسميش اي علاقه بتخش فيها علاقه حب. معنا تليفون، نقول الو. 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 ايوه، اتفضلي. لو سمحت عايز اسال بس حضرتك على حاجه. قولي. انا برج الجدي 15 واحد. ايوه. ومرتبطه ببني ادم 26/6. 26/6. ايوه. سرطان. وبس عايز اعرف هتعامل معاه ازاي، وبيختفي كده مره واحده وما اعرفش. هو مختفي اليومين دول مش كده؟ مختفي اليومين دول. ايوه. بتحب تتصلي بيه ما بيردش على التليفون طبعا، او قافله. ايوه. اوكي. لا، اصلا تليفونه مقفول. طب انا عرفت منين الكلام ده؟ مش عارفه. لا يا بنتي، وانت لا هقول لك. البلوره السحريه، انت ناسيه ولا ايه؟ دي العصفوره بتاعتي. لا انا عرفت، علشان انت بتقولي اصل انا مرتبطه ببني ادم. والكلمة دي فيها غضب. والسرطان يبقى اكيد هربان وما بيردش على التليفون وبيبقى حاط جدا في الموضوع. مش عارفه بقى اتعامل معاه ازاي. هرد عليكي. خلاص. اوكي، نورتينا. الخوف. نرجع لموضوع الخوف تاني ونقول يا ترى هو الخوف بيبقى فيه نوع من اللذة؟
يعني في ناس بتستلذ ان هي تخوف نفسها مثلا، نقول لك لا طبعا ده الخوف ده شيء مكروه قوي، الواحد ما بيرضاش اصلا انه يحس بالخوف، الموضوع ده بيزعله اصلا وبيخليه يتوتر. لا، الناس بيحبوا يخافوا. واكبر دليل على كده ان اكبر ايرادات بتتحقق من ايرادات السينما العالميه عن طريق المشاهده وعن طريق ان انتوا بتقطعوا تذاكر وتخشوا السينما، افلام الرعب. لان الانسان في اوقات كتير جدا بيبقى عنده لذه ماسوشيه. ماسوشيه يعني عنده حب تعذيب الذات او حب ان يخلي يخلي نفسه يعاني بشكل او ينفعل او يحتقن قوي قوي بشكل او باخر نتيجه ان هو بيحب يعذب نفسه. دي حاجه موجوده في الطب النفسي والناس كلها في علم التحليل النفسي والناس كلها عارفاها. بس الموضوع ده ليه بقى؟ يعني ليه انا ساعات كتير جدا جدا بروح داخل فيلم رعب او اتابع افلام الرعب؟ وكلنا طبعا في قطاع كبير جدا جدا من الشباب بيحبوا النوع ده من الادب والنوع ده من المتابعه، وانا متاكد من الكلام ده واحنا فاهمين بعض كويس في الموضوع ده. طب احنا دلوقتي عندنا معانا مصطفى من الكنترول، مدمن افلام رعب ومدمن قصص رعب، مش كده يا مصطفى؟ طب الانسان بيبقى مدمن الافلام الرعب دي ليه؟ هو بيشبع لذة التعذيب الداخلي اللي هو عايز يعذب بيها نفسه نتيجة ان حياته بتبقى مملة قوي، طول الوقت بيتعامل مع الاشياء بنفس النمطية ونفس التدرج ونفس الترتيب. فهو بيخش السينما علشان يعمل ايه؟ علشان يقول لنفسه انا برغم الملل اللي انا فيه ده فانا امن. ده بصوا بطل الفيلم بيحصل له ايه على الشاشة، ده انا دافع الفلوس عشان اخش اتخض شوية في السينما واخرج. وده برضه من نفس المنطلق اللي الناس بيركبوا فيه العجلة الضخمة اللي بتبقى موجودة في الملاهي، او الصاروخ اللي بيندفع فجأة ضد عجلة الجاذبية الارضية بيخليك تسحب لتحت قوي. الكلام ده كله بيولد اثارة مدفوعة الاجر امنة علشان الانسان يمارس تفريغ انفعالي معين. ولو تلاحظوا في الموضوع ده الانسان بيصرخ قوي قوي او بيصرخ بشكل متتالي قوي قوي، كأن البالونة بتاعته مليانة هوا من الانفعال وهو بيخرجها في الصرخة دي او الكلام ده كله. طيب ده الخوف اللي هو المضمون او الخوف اللي هو الناس بيحبوا فيه انهم يتخافوا يترعبوا شويه وهم قاعدين بيتفرجوا على ديفيديهات الافلام الرعب مثلا او محملين فيلم من على النت او بيتفرجوا على السينما. طب في خوف تاني يا تامر؟ الخوف من الحيويه، ان البنت من دول زي ما قلت لكم قبل كده تحس ان هي بتكبر في السن، وده شعور مؤلم جدا جدا لاي بنت. عشان كده تلاقوا ان الموضوع البروتوكول والاتيكيت لا يقتضي ان انت تسال المراه عن عمرها. لما حد يقول لواحده هو حضرتك عندك كام سنه، الموضوع ده طبعا بيبقى محرج جدا، ولو ان البنات اليومين دول بقوا اكثر تفتحا من زمان، لكن برضو باستمرار باستمرار البنت بتحب تظهر انها اصغر سنا. ولو حصل انها كبرت شويه والموضوع ده بان عليها في جزء منها او في جزء من وشها او الكلام ده كله، بتبتدي تقلق وتخاف قوي قوي وتروح باصه لاقرب نموذج ليها. اقرب نموذج لينا للبنت بتخاف انها تتحول له بسرعه، هي كده كده هتتحول له، بتبقى الام او الجده او الاخت الكبيره اللي سبقتها بالزواج، او الاخت الكبيره اللي في فرق بينهم وبين بعض في السن كتير قوي، او صديقه ماما. بروح بصلها كده اقول انا بكره بقى هبقى بالشكل ده والموضوع كده ومش عارف ايه. هو جميل جدا جدا ان احنا نخاف من ان احنا شكلنا يتغير وجاذبيتنا تروح. بس عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، الجاذبيه اهم بكتير من الشكل. لان اوقات كتير جدا بنشوف الناس حلوين قوي 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 ودمهم يلطش، بيبقوا مش يعني بيبقى المجرد ان انت تتكلم معاهم شويه بيبقى ده حمل جامد قوي قوي على اعصابك. معانا تليفون؟ معانا تليفون؟ معانا تليفون ونقول الو. الو. ايوه. صباح الخير يا تامر. صباح الفل. بمناسبه الخوف يعني. ايوه. انا كنت خايفه جدا وانا بكلمك. ليه؟ ليه كنت خايفه؟ معرفش، اول مره اتكلم يعني في التليفون كده. لا تشجعي عادي جدا وانا صديقك والبرنامج ده بتاعك، وتفضلي قولي اللي انت عايزاه. ميرسي يا تامر. كنت عايزه اقول لك على انا برج الجد. ايوه. وبابايا برج الدلو. بس اوقات كتير بحس ان احنا متفقين، واوقات كتير بحس ان هو قالب عليا كده ومش بعرف اتعامل معاه. انت عندك كام سنه؟ 26. ولسه قاعده مع بابا في البيت يعني؟ مش مخطوبه؟ مش مرتبطه؟ لا متجوزه. يعني انت مدام؟ ايوه. وبابا في البيت في بيته ولا انت عايشه معاه برضه في نفس البيت؟ لا هو في البيت عنده وانا في بيت. بص انت ليك اخوات؟ ليا. بصي الاب الدلو عموما ليه كل اسبوع واحد. يعني يحبك انت شويه وبعد كده ينقل على اختك او اخوكي وبعد كده ينقل على اخوكي، وعلى قد ما يحبها على قد ما يهاجمك
او ينتقدك او يقول لك كلام ممكن يضايقك وبعد كده تلاقيه رجع لك. انا اوقات بحس انه بيحبني جدا، اوقات بحس انه منتقدني شويه. لما بينتقدك شويه يكون بيحب حد تاني من اخواتك غيرك، خلي بالك. طيب انا برج الجدي وجوزي برج الجدي، وصعب ان انا اتعامل معاه خالص، انا عصبيه وهو ساعات بيبقى بارد جدا. يعني بتحس ان البرود بتاعه مصحوب بتقل الدم يعني؟ ايوه بالظبط. اوكي هرد عليك. ومشاكل كتير ما بيننا. مشاكل ليه بس؟ مشاكل ليه؟ مش عارفه اتعامل معاه. بيشتغل ايه؟ بيشتغل في السياحه في الغردقه. طبعا يعني الدنيا واقعه معاه خالص. بس هو في مكانه وانا في مكاني. لكن لما بتتكلموا في التليفون لا مع بعض على طول مشاكل وكده. يعني هو في مكانه وانت في مكان؟ مش فاهم. يعني انا قاعده في اسكندريه، هو قاعد في الغردقه. ما بيرجع لك؟ مش بيرجع لك كل شهر؟ بيرجع لك كل شهر. الشويه اللي بيقعدوا معاكي في الشهر دول بيتخانق معاكي فيهم مثلا؟ يعني مش دايما. بيعجبوا طريقتي. طب انا هرد عليكي. ميرسي يا تامر. هرد عليكي، نورتينا. الاب الجد، الاب الدلو، زي ما قلت لكم ليه مواسم، كل ممكن كل شهر يحب له حد. يعني يحب بنته وطبعا هو بيبقى الحب الاكبر عند الدلو، عند الرجل الدلو او الاب الدلو بيبقى عند بيبقى للبنات مش للصبيان. يعني تلاقيه بيحب البنات اكتر من الصبيان، بس بقى في مقابل حبه ده بيضايقها قوي قوي بملاحظاته وبملاحقته، وبانه هو طول الوقت يتهمها ان هي ما بتفهمش، ان هي ما بتراعيهوش، ان هي ما بتسالش عنه، يتقمص في وشها. وعلى قد حجم نقد الاب الدلو لبناته، على قد حبه المتواري وراهم. واحنا بنستاهل جدا جدا ان احنا نمتص الدلو، الاب الدلو، بان احنا نضحك في وشه ونقول له ما انت اليومين دول مع فلانه غي علينا، صح؟ انت دلوقتي مع اختي كبيره عليا، ماشي يا عم براحتك، خد وقتك وهترجع لي تاني، هي اصلا ما بتريحكش انا اللي بريحك. وعادي جدا انك تقول الاب الدلو كده، هيتقبلها منك، ممكن يشتمك وبعد كده يكمل شويه المحبه اللي بديهم لاختك، بعد كده يرجع يحبك انت تاني ويحطك تحت بؤره الضوء. بالنسبه لجوزك اللي هو مسافر في الغردقه وبينزل لك اسكندريه كل شهر، بتحسوا ان انتوا ما بتتفهموش مع بعض، واكيد طبعا الاتصال بينكم بيبقى على السكاي بي مثلا او على الفايبر او على التليفون، وات ايفر ايه الاتصال اللي بينكم. اعرفي ان السياحه مضروبه والدنيا خربانه على الرجاله بالذات، الناس 20 مليون مصري متاثرين تاثير قاتل، يعني كانه بالظبط اترشوا بغاز اعصاب او بغاز مبيد حشري. الرجاله كلها في مكان السياحه دي عايشه على اعصابها، ويا دوبك هو ممكن يكون يا دوبك بيقبض المرتب علشان يبعتوا لك عشان تعيشوا وتكملوا حياتكم الزوجيه. حطي الحقيقه دي قدامك وانت بتتعاملي معاه علشان تعرفي تكسبيه. الموضوع موضوع تفهم بس مش اكتر. الجدي كريم واللي معاه ممكن يديهولك كله، هو ما عندوش مشاكل في الموضوع ده، بس تحملوا منه واول ما يتصل بيكي اخبار الشغل، عملت ايه في كذا، وتكوني عارفه التاريخ اللي قبله ان هو مثلا حصل له مشكله في كذا وهو حكى لك عنها او نوه عليها. هو اول ما يحس انك مهتمه بيه وهو هناك عن طريق انك تعرفي عايز يصرفي من وقتك نص ساعه ولا ساعه في اليوم لجوزك علشان تضمني ولاءه ليكي، وهو يبقى محتاجك باستمرار انه يقول لك اللي عنده ويحصل بينكم التلاؤم، واتمنى لك حياه سعيده. خلي بالك من بابا الدلو، عادي هو حركاته بتبقى كده يعني. هو الجوزاء وهي الجدي. هو الجوزاء وهو الجدي وهي الجدي وعايزه تعرف نسبه التوافق. هي الجوزاء وهو الجدي وعايزه تعرف نسبه التوافق. الجدي والجوزاء ما بيتفقوش قوي، بس الحقيقه بيبقى بينهم العلاقه كده مزنده شويه، اللي هو ايه اوعى. وبقى في نفس الطريقه برضو الجدي يتعامل معاها بانه ينتقدها بشكل لازع او يهاجمها هجمه فجائيه، لكن لازم احنا ما ناخدش هجمات الجدي مش قاتله، هجمات الجدي بس بتحدث، يعني يوم ما تحدث بتحدث كدمه بس في كرامه البني ادم، او بتحدث كدمه في العلاقه بس كدمه زرقاء طبعا، بس ما بيبقاش بينهم الانقطاع ولا بيبقى بينهم الاذاء او الشيء القاتل اللي ممكن يعملها مثلا الهجمه بتاعه الاسد ولا الهجمه بتاعه الحوت ولا الهجمه بتاعه العقرب. الجدي هجماته مهما كانت جامده قوي الا انها في داخليا بتبقى مبطنه من السفنج ما فيهاش اي مشاكل. معانا تليفون؟ معانا تليفون ونقول الو. الو. ايوه. مساء الخير. منال. اسمك؟ منال. منال، اهلا يا منال. اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا برج الحمل. ايوه. واللي انا مرتبطه بيه برج العقرب. والمشكلة ان هو بيقول لي ان هو جدا. صدقيني. وما يقدرش يستغنى عني. لكن كذاب قوي. ايوه. و
يعني بيكذب عليا كتير جدا، بيعمل عليك حوارات حوارات جامدة جدا جامدة جدا جدا. بتكتشفيها جداً. بتكتشفيها ايه؟ بتكتشفيها، بتكتشف الحوار؟ اه بتكتشفها وبثبتها له بالأدلة. ولما بتعملي ولما بتعملي ده كله هو بيعمل ايه؟ بيقعد يحلف لي ان انا بعمل كده عشان مش هستغفرك وبحبك وما اقدرش استغنى عنك و... يعني هو قال لك الاجابه اهو. هو انت انت فاكره نفسك يعني مركز مراقبه؟ يعني هو لازم إيه؟ يديكي تفصيل كامل عن حياته طول الوقت يا حمل يا منال؟ لا طبعا انا ما قلتش كده. مال. انا سايباه براحته جدا وبيعمل كل اللي هو عايزه، لكن بيجي على وانت لو سايباه براحته مش هيعمل مش هيكذب يا منال. لا ما هو كذاب لان هو دي طبيعته، هو في موضوع الكذب حتى اهله نفسهم بيقولوا لي هو كده، هو الكذب ده في دمه. اه يعني هو كان متجوز. لما انا اتعرفت بيه قال لي ان هو منفصل عن مراته. اه فلما انا جوايا احساس او ما اعرفش احساس كده ان انا بحس بالبني ادم اللي قدامي اذا كان بيكذب ما بيكذبش. اه فحبيت ادور وراه فعرفت ان هو عايش مع مراته. اه ففاجئت بالموضوع دوت. فقال لي اصل انا مش عايز اخسرك وانا مش عارف ايه وانا هنفصل عنها ومش عارف ايه، وفعلا انفصل عنها. وهو معايا اكتشفت ان هو عارف واحده تانية وماشي معاها. بيحب الموضوع قوي ده العقرب بيحب الموضوع. وجيت تقدم لي. اه وبعد ما تقدم لي بست شهور فوجئت ان اللي كان ماشي معاها ديت اتجوزها. يا عيني واخد بال حضرتك؟ واخد بالي. فطبعا الموضوع ان الست دي طبعا شافت مكالمتي على تليفونه فراحت متصله بيا وقالت لي ان هو متجوزها وبقاله سنه. لما فاجئته بكده قال لي انا اتدبست في الموضوع واخوها شافنا انا وهي فدبسوني في الموضوع فاتجوزتها، لكن انا مش مستقر معاها وقاعد في بيت والدتي وانت عارفه ان انا قاعد في بيت والدتي. اه يعني اتجوزها بس مش عايش معاها؟ اه يعني. اتجوزها. لا بيروح، هو كذاب، هو بيروح لان انا بس. لا هو اكيد بيروح مش اتجوزها، ما دام متجوزها يبقى اكيد بيروح يعني بيروح لها كده. اه فبيقول لي انا بس لحد ما ظروفي تتحسن واسيبها ومش هسيبها. هو انت متجوزاه ولا هو خطيبك؟ ما هو المفروض ان خطيبي ده المفروض. اه طب انا عايز اسالك سؤال كده لقلبك، يعني انت ايه اللي مخلياكي مستحمله الكلام ده كله؟ بتحبيه مش كده؟ انا بحبه بصراحه. بتحبيه، يبقى اول بند في الصفقه ان انت بتحبيه. انت منال؟ انت اسمك؟ اه انت منال؟ ايوه. اه بصي يا منال، يبقى انت اول نقطه هنسجلها في الموضوع ده ان انت ايه؟ بتحبيه. جميل. أيوه. جدا. هو انتوا داخلين على جواز خلاص؟ يعني هل انتوا ظروفكوا سامحه بان انتوا تتجوزوا في اقرب وقت ممكن، ولا هو عمال يتجوز واحده وبعدين راح يتجوز واحده تانية غصب عنه؟ يبقى هو ايه؟ مزواج. مزواج؟ لا يعني هو ظروفه تسمح. لا لا لا، هي اتجوزها دي. اه اتجوزها بناء عن ان اخوها شافها فقال له ما ينفعش. اتورط في الجوازه دي يعني؟ اتورط في الجوازه. هم بقى جابوا الشقه وفرشوها وجوزوه. هو ظروفه حاليا الماديه دلوقتي صعبه جدا. فكل ما جه كان بيقول لي انا مش عايزه اتجوز واستقر لما اكون انا مستقر ماديا. اه ايوه. انا مش هكذب على حضرتك، انا والدتي متوفيه وانا قاعده في شقه لوحدي وجاهزه من كل حاجه، لكن هو رافض ان هو يعيش معايا. رافض انه يعيش معاكي وانت عندك شقه وجاهزه انكم تتجوزوا بكره؟ اه. اه سيبيه. نعم سيبيه. اسيبه؟ سيبيه، هو اللي هيرجع لك. هو احنا دلوقتي حاليا لان انا كنت قايله هو عاجباه، هي عاجباه حته انه عمال يتنطط من واحده لواحده. خلي بالك، واخده بالك؟ نسيب دي يمسك دي. انا كل ما ابعد الاقي نفسي برجع تاني. اه احنا دلوقتي حاليا دلوقتي يعني هو لسه امبارح مثلا بكلمه بقول له لو انت رحت لمراتك قول لي ابقى عارفه. لا انت مش من حقك تساليه لان مفيش بينكم علاقه. ايه العلاقه اللي بينكم؟ العلاقه العاطفيه انت بتقولي في حكم المخطوبين، يعني انت مش من حقك تساليه بشكل حقيقي غير وهو جوزك. انا ما قصدتش، انا اقصد ان انا بدل ما اعرف من بره اخباره ان هو بيكذب عليا، لا قولي وانا هتقبل الموضوع دوت لما يكون في بينه وبين بعض صراحه. انا هتقبل. لا يا ماما، ده عايز امر واقع، يا ان يا اوت. انا عندي الدنيا جاهزه وانت واقع، يعني المفروض ان انت، انا بالنسبه لك حل مريح، بيت ماما شقتها جاهزه وانا موجوده واحنا ممكن نتجوز باقل حاجه وباي حاجه ونتلم على بعض ونقعد في شقه ماما. واخواتي مش معترضين. واخواتك مش معترضين، يبقى الموضوع فيه ايه بقى؟
يبقى هو يا اما عنده تطلعات تانية عايز يعملها وراكنك انت عرف في الحاله ده ضمنك عشان انك بتحبيه، هو بيستعبدك من النقطه دي واخده بالك، يا اما هو بيلعب بيكي اصلا، وفي الحالتين حطيه ان اوت لمصلحتك. ده انت الف راجل يتمناكي، خلي بالك في ظروفك دي الرجاله مش لاقيه تتجوز وهو قاعد عند امه، يبقى ايه؟ ركزي واعرفي مصلحتك كويس قوي وانت بتتعاملي معاه. خلاص منال؟ خلاص يا منال. اه يعني هي دلوقتي ما عندها الشقه جاهزه وهو بتقول لك واقع ومش شغال وبتاع وعمال يتجوز من واحده لواحده وبتاع، يبقى هو رافض ليه ان هو يرتبط بيها ويتمم ارتباطه بيها؟ ولا هي مساله حب وخلاص؟ الشباب بيبقوا فرحانين قوي انهم ليهم علاقه ببنت ظروفها كويس وبعدين يلعبوا بيها. طب بتتجوزها، ما هي اولى بقى من ده كله، اولى من اللي انت بتعمله ده كله. يبقى انت سبب رفضك لازم يكون سبب يخليها هي اصلا ما ترضاش ترتبط بيك. ايه هو بقى سبب رفضه؟ احنا هنعرف بعد كده. طيب ايه؟ انا هبه، قلنا هبه. ايه الانشطه اللي ممكن قلناها دي برضو؟ انا محمد من الاسكندريه، تاريخ ميلادي 11/1، هو جدي 88، عايز اعرف عن الحب والجواز والعمل. 88 يا كنترول، يبقى عنده كام سنه؟ 88 2098 10 2008 20 و4، عنده 25 26 سنه. طيب الناس دي على فكره الحسابات بتلخبطني، الارقام بتلخبطني، ما اعرفش، ما عندي بيسموها النسيان الهستيري، اللي هو لما بقاصد افتكر الخانه المعينه او الرقم المعين بنساه. والموضوع ده فكروني بقى اعلمه لكم ازاي نتغلب على الموضوع ده شويه بشويه في طرق المذاكره المختلفه. وانا ما بوجهش كلامي للمتفوقين واللي بيجيبوا امتيازات واللي بيجيبوا جيد جدا وتقديرات عاليه، بوجه كلامي للناس اللي يا دوبك بينجحوا، اللي هم بدل ما يشيلوا الماده نتعلم شويه حاجات معينه كده، نلم بيها حصيله كام ماده معينه اذا كان على المستوى العلمي او الادبي علشان نعرف نجتاز بيه الامتحان ونخرج لبره الامان ومقبول احسن من ضاد وضاد جيم، بدل ما تقعدوا في الصيف ولا تقعدوا تشيلوا الماده السنه الجايه. ازيك يا تامر؟ انا بشير، اهلا يا بشير، 22/9 وحبيبتي برج الثور، عايزه اعرف مدى التوافق. بص يا بشير، برج الثور عايز شويه حنيه ودلع وان انت تشاركها في شويه اراء كده وتبين لها ان انت موافقها على شويه حاجات هي بتبقى عايزاها. لو قدرت تعمل الكلام ده كله وتعرف تحسم موقفك وتاخد القرارات سريعه ويبين لها ان انت حازم وقاطع، الموضوع ده يخليكوا تستمروا استمرار كبير جدا. انا امام برج السرطان وجوزي اخر يوم في العقرب. ها مناسبين لبعض ولا لا؟ اه مناسبين لبعض، السرطان والعقرب يعني زي السمنه على العسل يعني مفيش مشاكل، بس هم طبعا يعني داخليا بيبقوا بيقطعوا في بعض يعني، لان الست السرطان ما بتسكتش لتصرفات العقرب قوي، بتبقى حنينه جدا عليه يعني، لما يجي بالليل لو فاتته عزومه ولا فاته حاجه بتبقى ممكن تشيله نايب وتفضل قاعده مستنيه بالليل لحد ما تاكله وتتاكد ان هو بقى كويس مفيش مشاكل. بس هل العقرب بيقدر ده ولا ما بيقدروش؟ لا ما بيقدروش قدامك انت، بس بيقدروا بينه وبين الناس الثانيه، يقول لكم المدام عملت معايا كذا وكذا وكذا، لكن معاه هو انت ممكن تحسي اصلا ان انت ارتكبتي فيه معصيه، ان انت ما عملتلوش حاجه كويسه، ممكن يكشر في وشك بعدها، لكن هو بره بيخلي سمعتك برلاند. معانا تليفون؟ معانا تليفون ونقول الو. الو. ايوه. صباح الفل. الحمد لله الحمد لله، مين معايا؟ سماح. اهلا يا سماح. اهلا. بتتابع البرنامج يا سماح؟ طبعا. برافو عليكي. اتعلمتي مننا حاجه يا سماح؟ اه اكيد طبعا. انا عايز كل الناس اللي بتتفرج، انا عايز كل الناس اللي بيتفرجوا علينا منهم سماح طبعا، لازم يكونوا اخطر من الاخرين، وهم واحنا بندي لهم شويه الاسرار البسيطه اللي يتعاملوا بيها مع الاخرين. اتفضلي يا سماح. انا عندي مشكله صعبه جدا جدا جدا، واتمنى ان انت تساعدني فيها. اكيد طبعا، بس وقتي صوتك. انا مرتبطه بشخص. انت ايه؟ مرتبطه بشخص. اظبطوا لي الصوت شويه. ايه؟ مرتبطه بشخص. مرتبطه بشخص 29/1. ايوه. 72 دلو. ايوه. ها. وانا 4/4/79. وانت حمل 79. 4/4/79. 76. اه. بقالكوا قد ايه مرتبطين؟ حاليا دلوقتي ممكن تقول 7 شهور. 8 شهور. طب انت كنت متجوزه قبل كده؟ لا. يعني لم يسبق لك الزواج ولا الارتباط، ده اول واحد مثلا؟ اه. انت حمل؟ لا انا حبيت، بس ما كانش فيه نصيب يعني. كان كتير؟ لا. طب ننتقل لعلاقتك بالدلو اللي معاك، ماله بقى؟ ايه المشكله الكبيره اللي عندك معاه؟ المشكله ان يعني عارف حضرتك بيغسل الصالونات.
زواج الصالونات. في حد ايه انا عندي عريس عايز يتجوز، فبروح اشوفه يجي يشوفني يعني. عارف حضرتك طبعا انت مريتي بالتجربه دي كتير. اكيد طبعا. واستويتي منها. اه. وبتتوقعي طول الوقت ان الراجل هيجي مش مناسب مش هيعجبك. اه. كملي. فانا شفت الشخص دوت اعجبت بيه وهو اعجب بيا والحياه كانت حلوه قوي. العيب الوحيد هو كان متجوز. اه. وهو فكر في الجواز بعد فتره من انفصاله من مراته. يعني هو كان متجوز وانفصل عن مراته، مخلف منها؟ اه. مخلف منها ايه؟ ولد وبنت. عنده ولد وبنت، هو منفصل تماما عنها؟ اه، بقاله 7 سنين. بقاله كم؟ 7 سنين. 7 سنين، تمام. وولاده في الجامعه يعني كبار. اه، ما هو اكبر منك ولاده في الجامعه، ده هو 72، ما يبقى ما يلحقش ولاده تبقى في الجامعه. بكرت ثانوي. اه، بنات، اكيد مخلف بنات بقى. متجوز صغير. اه، متجوز صغير، اوكي. أوه. صراحة يعني ممكن تقول ان هو حاسس من طرف واحد. انا شفته اعجاب كبير، فطبعا عايز يعرفني اكتر وانا اعرفه اكتر. ابتدت مقابلة كل اسبوعين، كل 3 اسابيع مرة، والتليفونات يوم ويوم، ساعات كل يوم. انا اتشددت له اعجاب كبير وحبيته صراحة. حلو. انا مش شايفه رد فعل، انا شايفه بس حاجه واحده، ان هو معجب بيا مش اكتر من كده. انت مش حاسه ان هو معجب بيكي؟ اه، قال لي انا معجب بيكي وكل حاجه فيكي. قال لك ان انا معجب بيكي خلاص. اه، وقال لي ان هو عايز يجي يتقدم وكده، بس في مشاكل في شغله وكده، بس بيحب شغله بطريقه غريبه جدا. بيشتغل ايه؟ هو عنده محلات نظارات. محلات. محل... تاجر يعني. اه. اه. انا مش عارفه اتعامل كسبان معاك. لازم يحس بارتباطه معاكي ان هو كسبان. ده تاجر. ده تاجر يا ماما. يعني عشان تتعاملي مع تاجر، التاجر ما يحبش الخساره. اه خالص. التاجر ما يحبش الخساره. هو يحب ان هو لما يرتبط بواحده يحس برضو ان هو اكتسب حاجه او عنده حاجه. احنا داخلين على الفاصل. انت اسمك ايه؟ سماح. طب يا سماح انا هرد عليكي بعد الفاصل، ركزي بس معايا. اوكي؟ اوكي. هنتكلم طبعا، هنكمل موضوع عن الخوف، وش في شويه ناس طبعا زي ما قلت لكم البنات والستات اللي بعد 25 سنه و30 سنه ابتدوا يحسوا ان هم ابتدوا يترهلوا شويه، او ابتدوا يقلقوا ان في حاجه ظهرت عليهم، او يبان ان حد يقول لها انت تخنتي ولا انت الكلام ده كله. في اوقات كتير جدا بيبقى في نوع من انواع الخوف الشديد قوي قوي من البنت اللي بيسبب لها هيستيريا وبيخليها تخش في مشاكل كتير قوي مع نفسها، ونتكلم في الموضوع ده بعد الفاصل. ورجع تاني في الجزء الاخير من برنامج الحياه والابراج الموسم الثاني الحلقه السادسه. جاي لنا رساله. I was born in March and him was and him on 14/12. He's my college at work and he's married and never told me anything about as I ignored his hints, but he seems to love me so much and doesn't and does everything to make sure I'm happy. I'm 13. يعني عنده 30 سنه وهو عنده 42 سنه، وهو قوس وهي حوت. بتقولي انا جميله لكن انا ما بثقش في الرجاله. هو زميلها في الشغل وهو متجوز، لكن هو عمره ما قالها على حاجه، وهي على قد ما هي تجاهلها شويه هي تجاهلت كمان التلميحات بتاعته ان هو معجب بيها. او طب ما هو متجوز هتعملي ايه؟ ما هو يعني هو بالنسبه لك يبقى كارت محروق، خلي بالك من الموضوع ده. I'm pretty، انت جميله، فالمفروض تفضلي جميله وما تحرقيش نفسك. حد اصلا مش كمان مش مديكي غير شويه تلميحات بس يا حوت بالموضوع ده. انا عارف ان بيبقى في انجذاب مؤقت بين القوس والحوت، يخلي البنت تفرح قوي قوي باهتمام القوس ليها وبان هو بيلمح لها بشكل او باخر. بس ساعات كتير جدا تلميحات القوس بتبقى بره اهتماماته الاصليه في الموضوع. هو ممكن يحاول يبقى مستر رايت قدامك، يحاول ان هو يتعامل معاكي بحنيه شويه نتيجه ان انت طبعا حوت وناعمه وجميله.
لكن الموضوع ممكن ما يبقاش اللوف اللي انت فاكراه اللي هو اللوف اللي فيه مسؤوليه واللوف اللي فيه حب وارتباط في الموضوع ده، خصوصا ان هو متجوز. لو انت عايزه تتاكدي من الموضوع ده سوري عليه ثوره او انتقديه في حاجه او تجاهليه شويه، شوفي هو هيعمل ايه. هتلاحظي حاجتين، يا اما هو هيتابعك قوي قوي في التليفون ومش عارف ايه ويحاول يستفسر منك انا عملت ايه في الموضوع ده حتى لو انت ظلمتيه شويه في حاجه، والموضوع ده ممكن يبين مدى اهتمامه العاطفي بيك. وساعتها قولي له طب انت عايز ايه، انت مش متجوز ان انا ايه. اما ان هو يبادلك العداء بعداء او يبادلك الانتقاد بنوع من التجاهل والكلام ده كله، يبقى الحمد لله المركب عدت. انا سرطان وهو عقرب بقالي 10 سنين واتخطبنا وسابني واحنا لسه مع بعض، بس مش عارفه ده صح ولا غلط. بقالكوا 10 سنين واتخطبتوا، ايه اللي خلاكوا سبتوا بعض يعني؟ اللي هو تشيك تشوك حاولوا ترجعوا باي طريقه يعني، ايه المشكله؟ بقالكوا 10 سنين يبقى انتوا فاهمين بعض كويس قوي. فيبقى الموضوع ما يحتاجش مني ان انا اقول لكم ارجعوا ازاي، لا ارجعوا مفيش مشاكل. انت اكيد كل واحد فيكم عرف سلبيات وقرف التاني من كل واحد من التاني يعني. معنا تليفون، معنا تليفون ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا اهلا. انا وزني عقرب 5 سنين. ايوه يا عقرب. ووزني برج الدلو. وجوزك دلو. ها احمدي ربنا انك اتجوزتيه اصلا. استني بس، احمدي ربنا اصلا انك وصلتي معاه للجواز. ادي اول لقطه. ايه بقى جوه؟ ها؟ لا احنا قلت مش مفيش منها احنا مش شفت الثاني. بس انا مش عارفه اوصل ازاي. هل انت طب انا عايز اسالك اسمك ايه؟ نهى. يا نهى. ايوه يا نهى. انت متسلطه؟ ايه؟ متسلطه؟ لا لا والله قولي بجد. لا متسلطه ازاي يعني؟ لا يعني انت مركزه قوي قوي وعايزه انتقاد لو عملت اشتباري او كذا. لازم يرد عليا ولو تحس ان هو بينتقم مني. بس تبقى مشكله. بس خلي بالك هو مش هيسكت لك، هتنتقديه هيواجهك وهيقعد يقول لك انت قصدك كذا كذا. لا انا قصدي، وتلاقيه مركز قوي قوي حسستك بالذنب. خلي بالك كمان هيحسسك. هيحسسك. هو قال كده ان انا بنتقده يعني بلاقي. بس ما بيحبوش الانتقاد الناس بتوع الدلو خالص. حتى انا يعني حتى معموله في ماما يعني في بقى الفلس ايام هو مش مقبر. يا ماما افهميني. الدلو ما بيحبش الانتقاد. بيحب ان انت تزغللي عينك كده على الحركات اللي هو بيعملها. تنتقديه وتوجهي له لوم، هيروح هو بيطلع لك القديم والجديد يروح قايله لك. واخده بالك؟ فانت تجنبي لحظه الصدام دي مع الرجل الدلو، وبدلها ممكن مثلا تبقي رفيق السوق بالنسبه له. فهميها بقى زي ما تفهميها. لو انت تحولتي لرفيق السوق بالنسبه له، واخده بالك اللي هو ايه يا معلم تعمل ايه؟ للاخبار. انا فهماك، انا هرشاك، بس كده بالطريقه دي سيبك من اللي انت تجريه الحياه الزوجيه والالتزامات وتبقى لازم يجي يزورك عند ماما وماما تروح له مش عارف الكلام ده كله، ما ياكلش مع الدلو. لكن ياكل معاه اللي هي ان انت تبقي عامله زي صاحبه الصايع اللي هو انا فاهمه كل حاجه، انت اللي تبقي اجرأ منه شويه. هتلاقي الموضوع ده ظبط الايقاع معاكي اكتر من ان انت تدخليه جوه فريم جوه علاقه وتقولي له ده زوجي والكلام ده كله. ما بياكلش مع الدلو، بيبقى بارد قوي ورخم قوي في الحاجات دي على فكره، لازم تبقي عارفه. معانا تليفون. طيب نرجع للرسائل. انا اسمي ولاء ولسه متجوزه 6 شهور، مبروك يا ولاء. وانا تعبانه قوي، انا برج العقرب وجوزي برج الثور وفي مشاكل كتير قوي وشكلنا هننفصل بسبب العصبيه، ارجوك تقول لي الحل. برج العقرب برج الثور متجوزه بقى لها 6 شهور وهو بيتعصب عليها قوي قوي قوي. ليه بقى يعني؟ هو اكيد مادام بيتعصب عليكي طبعا بالاضافه لمشاكل الرجاله اللي احنا قلنا كلنا عليها، لكن مادام برج الثور بيتعصب قوي قوي على برج العقرب، يبقى اكيد برج العقرب بيعمل له ايه؟ بيلسعه. بتلسعيه ازاي بقى انت يا ولاء؟ قولي لي بتعملي ايه؟ ايه اللي في دماغك بتخططيه طول الوقت وهو بيحس معاه بعدم الارتياح، فتلاقيه هجم عليكي هجمه او انتقدك بشكل لازع او شتمك مثلا. اكيد بتعملي حاجه ولازم تكون انت اكتر واحده عارفاها بتعمليها ازاي. مشكله الناس العقرب البنات والستات بالذات. لكن الموضوع ده طيب اوكي. الموضوع ده بالنسبه للبنت العقرب ساعات كتير جدا البنت العقرب للاسف الشديد بتبقى مكروهه.
بتتبنى التصلب وبتطول الوقت بتحسس الناس ان هي بتفهم اكتر منهم وبتحس ان انا مش عارف ايه، فتلاقي الناس بيضطروا انهم يتعاملوا معاها لو في بينهم وبينهم حاجه، لكن في نفس الوقت سيرتها بتبقى وحشه جدا جدا وقاتمه قوي قوي قوي، وفي المحصله ما تحصلش حاجه. يعني تخرج من التجربه لو هي مثلا متقدمه عن الناس شويه وبتاع، خرجت من التجربه تخرج صفر اليدين. اكتر بنت وقتها بيضيع في الوهم وبتبقى فاكره نفسها بتعمل حاجه هي البنت العقرب، لازم نبقى واخدين بالنا من الموضوع ده. اما بالنسبه للرجل الثور، شوف انت بتقرصيه في ايه، بتضايقيه في ايه عشان تخلي الثور الهادي جدا يخرج عن اعصابه ويتعصب عليكي او يهجم عليكي بشكل او باخر. صباح الخير يا تامر، انا ايفي من القاهره. اهلا يا ايفي، مبروك على البرنامج الناجح بيك ده، ميرسي جدا، ربنا يخليكم. ايوه انا برج الحمل 16/4. ماشي يا ايفي، وعايزه اعرف ايه علاج التوتر السريع بدون داعي. ماشي يا ايفي، اولا الله يبارك فيكي وربنا يخليك، احنا بنحبكوا. التوتر السريع جدا اللي بينتبه لبنت الحمل بينتبه لانها بتحس انها عبيطه، فجاه كده تستعبط نفسها وتحس ان هي مش واخده حقها زي بقيه البنات التانيه، ما مرتش بنفس التجارب او ما مرتش بنفس التسلسل الشائع اللي بين البنات التانيه، فيجي لها نوع من الهستيريا او العصبيه الشديده قوي يخليها فجاه تبقى عدوانيه جدا جدا وتتعامل مع كل الناس من منطلق ان انتوا السبب اللي بيحصل لي. البنت اللي حمل اوقات كتير جدا كمان بسبب الاحباط العاطفي وبسبب ان هي مش قادره توصل لليفل معين، في ناس تانيه دي حمل ما بتحبش المنافسه قوي، فالمفروض ان هي بتبقى طول الوقت زي الطفله بتتوقع انها تتقبل العطايا تتقبل الهدايا، ما تلاقيش غير الجحود من الناس. اكتر بنت بتتخان من اصدقائها البنات وبياخدوا فرصها في الحب والزواج والارتباط والحاجات دي كلها البنت الحمل. لازم هي طبعا بتبقى مدركه الكلام ده بشكل او باخر، فبتلاقي نفسها مش قادره ان هي تتعامل مظبوط، فتتعصب قوي قوي قوي، يجي لها شويه هيستيريا كده وبعد كده بتهدى تاني وبترجع تراجع نفسها. التوتر اللي ملوش لازمه اللي بيجي لك فجاه ده عادي جدا، ممكن تقدري تتغلبي عليه بالتدريب. انا عارفه ان انا هتوتر من الموضوع الفلاني، لو انت خايفه من ردود افعال الناس او انت خايفه انك ما تقدريش تمسكي نفسك في الموضوع، انفجري مفيش مشاكل، يعني عادي جدا ان انت تعبري عن غضبك فجاه في وسط الناس، بس لازم تدربي نفسك ازاي تعتذري بعد الانفجار ده او ازاي تبرري الموضوع ده بشكل انيق. انا انفعلت علشان حصل كذا 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 والمفروض ما كانش يحصل كذا كذا، انا اعتزازي بنفسي ما يسمحليش ان انا اتحط في الموقف الفلاني فانا انفعلت عليه. يعني هسمح لك بالانفعال بس هسمح لك كمان انك تدربي نفسك انك بعد الانفعال تبرري موقفك. البنات الحمل قلبهم طيب، وانا قلت قبل كده برامج كتير قوي قوي في التأشير اللي يجي على البنت الحمل ما يكسبش. طيب اوكي. انا صباح الخير يا تيمو، انا برج القوس وحبيبي برج السرطان عصبي قوي وتعبني. بقى السرطان هو اللي هيتعصب عليك يا قوس، ده تلاقيكي مجننية. يعني انت ما تقوليليش ان انت غلبانه وبريئه بس كده وبتسكتي له، ما انت برضو اكيد ساعات كتير جدا بتطق منك الحكايه وتخليكي طول الوقت بتبقي هو ما بيبقاش عارف انت عايزه ايه بالظبط، فهو يتعصب عليكي. انصحك ان انت تهدي المشاعر شويه، ما تتنازليش في التعامل، اوعي تتنازلي، لكن لازم يبان ان السرطان بيقدر المراه قويه الشخصيه، بيقدر المراه القويه اللي تقدر تتصرف في المواقف المختلفه، لازم يبان ان انت على قدر اكبر من النضج علشان هو يبتدي يحترمك ويقلل من عصبيته ناحيتك او يعمل حساب لعصبيتك المضاده زي ما علمتكم زمان في كورسات الشر. معنا تليفون ونقول الو. ايوه صباح الفل. انا جالي هوس بالبرنامج بتاعك، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك ونورتونا والله. ربنا يخليك لينا تاني. يعني ان انتوا تسهروا من بعد الساعه 2 وتقعدوا الكلام ده كله، يعني انا بحوش كل يوم عشان فاتوره التليفون واقعد استناك عشان ادخل لك مره اثنين. وممكن بالرسائل برضه. ربنا يخليك. اسمك ايه؟ نعم اسمك ايه؟ انا اسمي رشا. اهلا يا رشا. ايوه يا تامر، ازيك؟ طلعي اللي عندك يا رشا. هقول لك بقى. ايوه اول حاجه عايزه، عندي اختي هي 10/8 10/8 اسد. وجوزها 1/8 اسد. هي طيبه جدا وغلبانه جدا، والحقيقه احنا بننفعل عليها كتير من كتر ما هو من كتر ما هي سلبيه. لا جدا. أيوة. جدا يا تامر. وتعبانه يعني في حياتها، احنا شايفين ان هي تعبانه وبيجي عليها جامد قوي. هي دلوقتي بتتفرج، انا كلمتها ومتابعه البرنامج بقالها كام يوم. مش مصدقاني طبعا. مش مصدقاكي ليه؟ عاوزه حضرتك بس ايه تقول لها تتعامل ازاي معايا، لان هي طيبه قوي. هو بيظلمها ازاي يعني؟ بيتحكم فيها قوي قوي مثلا، ما يخليهاش تيجي عندكم؟ اكتر من كده بكتير كمان. عندي مشكله يا تامر. ايوه. انا عايزه اعرف، انا سلفتي
يعني انا اخو جوزي متجوز بقاله يمكن سنه، مراته برج الحوت، انا برج الجوزاء، وهو وجوزها برج اللي هو اخو جوزاء برضه. اخو جوزك متجوز واحده حوت؟ وهو جوزاء. وهو جوزاء ماشي اوكي. وانا جوزاء. وانت جوزاء متجوزه ايه بقى؟ متجوزه اسد، اخو اسد. يعني انتوا متجوزه اخو جوزك. اوكي ماشي تمام. انا بقى عايزه اعرف اتعلم ازاي مع ستي دي، لان انا دايما في علاقه متوتره معاها هي، ويمكن ساعات بتفق شويه مع جوزها علشان هو جوزاء. لكن هي مش قادره. طب بتحسي ان دمها تقيل؟ ثانيه واحده. بيعملوا مشاكل عائليه. هي بتعمل لكم مشاكل عائليه؟ وبحس ان هي اوقات كتير بتسيطر على ودانه، ممكن تعمل لنا مشاكل يعني. هي جريئه؟ هي جريئه جريئه. يعني انا نفسي اعرف ازاي اتعامل اصلا معاها لما بيبقوا مع بعض بيعملوا عصابه. تامر فاهم؟ هم مين اللي بيعملوا عصابه؟ هي وجوزها؟ هي وجوزها، وعندي حماتي برج الجدي. بتقدر تاكل عقل حماتك؟ جدا. انا ما بعرفش والله. شاطره. ما انا عايز اعرف. انا ما حضرتش كورس الشر للاسف الحلقه اللي فاتت. لا ما كانش الحلقه اللي فاتت، ده كان زمان، ده لسه عيد. يبقى بقى انا عايز اعرف اتعامل ازاي مع حماتي اللي هي برج الجدي. أيوة. لان انا لان جوزي اللي هم هم بيشوفوك ان انت خفيفه. زي راجل طبعا. هم عيله جوزك بيشوفوك ان انت خفيفه شويه؟ بيشوفوني مجنونه يعني، عصبيه قوي. اوكي. ده الثانيه الحوت بتستغل كل ده على فكره عشان تبني نفسها على حسابك. ده حصل تامر، والحقيقه ابتدينا ندخل في مشاكل فعلا كبيره. طب انا هقول عايز اعرف اتعامل ازاي مع الحوت. أيوة. مع جوزها الجوزاء اللي هو اخو جوزي. ايوه. مع حماتي اللي هي الجدي. ومع بنتي. لا ده الموضوع ده عايز قعده بقى. ربنا يخليك. معلش يا تامر. طيب خلاص انا هرد عليك. ربنا يخليك لينا انت. ربنا يخليك لشعب اسكندريه كله. اسكندريه كلها تتفرج عليك. وانا كمان بحبكم والله جدا. ده انا بصي بتحمل مشاق مش قادر اقول لك عشان التصوير. احنا عارفين والله بنشوفك. انا واخواتي اقول النهارده تامر خاسر شويه، الطقم ده حلو، الطقم ده يعني كان كمان طقم تخن شويه. دي مسؤوليه والله. والله العظيم يا تامر. بس خلي بالك عندي ثقه في نفسي، ما يهمنيش ان انا بنت تخين شويه ولا رفيع. ما شاء الله عليك يا تامر. ربنا يقويك يا رب على معجبينك. ربنا يخليك. ماشي يا رشا، ارد عليكي على قد ما اقدر على كل الموضوع ده. اول حاجه بالنسبه لسلفتها اللي هي برج الحوت، اللي هي متجوزه جوزاء، مش كده يا كنترول؟ فخليكم معايا. هي اخو جوزها جوزاء متجوز حوت، وسلفتها دي واكله عقل حماتها الجدي، وطول الوقت هم بتدعم شكلها قدامهم، بتبين لهم ان رشا خفيفه وشويه هي ومش مشكله، اصل هي اصل حركاتها كذا، وبعدين اصل هي ما بتحبناش قوي، هي على طول دماغها في الناحيه الثانيه، باصه لاخواتها وباصه لاهل جوزها. ويا ماما بتقول لحماتها بقى، يا ماما معلش سامحيها شويه، اصل هي على شخصيتها على قدها، ومش على البنت الحوت بتعرف تلعب الست الحوت تعرف تلعب الدور ده في منتهى الاتقان. بص يا رشا، ركزي معايا كويس قوي في الموضوع ده. لما تحسي ان في مشكله ولا في مصيبه جات لك من سلفتك الحوت، قولي لها، اتصلي بيها في التليفون، قولي لها انت عملتي كذا كذا، وتكوني مركزه قوي، انت عملتي كذا 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 والنتيجه كانت كذا كذا كذا، شكرا قوي ليكي. وتدوني الكلام اللي هي عملته معاكي في نوته صغيره كده، اسوأ واوحش كراسه عندك. يعني هاتي كراسه يكون شكلها وحش قوي قوي، اكتبي فيها سله السلبيات مثلا، واكتبي ان سلفتي دي عملت معايا كذا في واحد، وعملت معايا كذا في واحد، وبعد كل ضربتين ثلاثه تروحي مجمعه وقايلهم لها. ولازم تحسسيها بالذنب، وتقولي لها ان الموضوع ده مأثر على حياتك انت شخصيا، وتشيعي في الناحيه ولو لقيت هي مش مستجيبه وبتلعب معاكي لعبه ذكيه معينه جدا، تشيعي في الوسط عندكم ان هي اصلا خربت بيوت، وان هي سبب الموضوع ده. حماتك اول ما يوصل ان طريقه سلفتك مع يعني معاكي اللي هي من تحت لتحت دي مبوظه الدنيا عن علاقتك بجوزك، هي اللي هتوقف عند حدها، لان الحما الجدي حمقه شخصيتها قويه جدا جدا، وعندها قدره كبيره قوي قوي عن العدل. فانت هتكشفيها، هتقشري الجرح قدام مين؟ قدام حماتك. فهتبتدي حماتك علشان وبين لحماتك. نسيت النقطه دي. نقرا في رساله غريبه جدا جات لنا، بتقول انا مريم بجد بحب البرنامج بتاعك قوي. ماشي يا مريم. هي بور
ودلوقتي هي على علاقه باتنين بتكلمهم فرانكو قراب ده بقى، منهم واحد بيحبها اللي هي الميزان، ومنهم اقروا انتوا كده كنترول فرانكو قراب ده، بس هو مش بيحسسني عن وفي واحد تاني بيحبني وانا متعلقه بيه قوي بس مش لدرجه الحب. هو دلو يعني هي سرطان، هي سرطان وهو واللي في النص طور. هو دلو، هي بقى عايزه ايه؟ بس الدلو بيميل للعلاقه الحميمه. اوكي، ضرب على قلبك طبعا، لازم تزهقي. ايه ده، انت لازم ترفضي الموضوع ده، خلي بالك. اي علاقه بيبقى فيها نوع من الالتصاق على فكره بتخلي الدلو ما يرتبطش، ما يكملش ارتباطه بالبنت. لازم تبقي عارفه الكلام ده كويس جدا، ولازم تكوني صعبه جدا جدا في التعامل معاه في الموضوع ده علشان يحتاج لك بجد. ولو كنت دخلتي في مشكله او تورطتي في حاجه اخرجي منها، ما تكمليش الموضوع ده اولا علشان يحترمك، ثانيا عشان تضمني مستقبلك وسمعتك من ناحيه الدلو. لان الدلو اول ما بيتعود منك على حاجه وبعدين بتمنعيه عنه بيتكلم ويلبلب ويقول كلام مش حلو. لازم تبقي عارفه الكلام ده كويس، وحافظي على سمعتك وانت بتتعاملي مع الرجل الدلو. وشوف الرجل اللي مهتم بيك التور ده، لو هو شريكي. هي مزان على فكره مش سرطان، هي مزان صح؟ هي مزان، هي بتقول لك انا مزان. الرجل التور على فكره هيبقى قلق ليكي جدا جدا من الرجل الدلو اللي اتعود على حاجات مش كويسه. اوكي، نرجع للرسائل تاني. في تليفونات معانا، تليفون ونقول الو. الو، ايوه اتفضلي. يا اهلا. لا مش سامع الطريقه دي ان ايه يا جماعه، يا كنترول الطريقه دي ان ايه، عايز اسمعها هنا. اتفضلي. انا غاده. انت غاده، عندك 20 سنه. عندك 20 سنه. ايوه. انا صوت 8 3. مرتبطه بواحد برج الثور. الحوت. مرتبطه برضو بالحوت؟ ايوه. يعني انت حوت وهو حوت؟ ايوه. تمام. بصراحه دايما مع بعض بس خناقات كده، مش عارفه اتعامل مع بعض. انت مرتبطه بيه يعني مخطوبين ولا لسه بتتكلموا ولا ايه؟ ايوه مخطوبين. مش متفقين مع بعض؟ ها؟ بتحسي في وقت من الاوقات ان انت كارهاه قوي اللي هو يعني؟ ايوه. انا بصراحه ما كنتش بحب واحد تاني خالص، بس انا اتخطبت له غصب عني. يعني اتخطبتي له غصب عنك تحت ضغط العيله مثلا؟ ايوه. وشايفاه دمه تقيل؟ ايوه. يعني مفيش اي حاجه بتعجبك فيه؟ شعره وعينيه مثلا، جسمه، ما فيش اي حاجه من دول بتعجبك فيه؟ ايوه بتعجبني. ولا انت شايفاه كله على بعضه مبتذل ومش عايزاه؟ لا ساعات بتبقى حنين عليا قوي. ساعات بحس ان هو بيحبني قوي الصراحه يعني. انما حبه ليا ده خانقه يعني. اعقدي معاه صداقه. في بينكم اسرار؟ ايوه والله. يعني مثلا ممكن تقولي له عن عندك مشكله مثلا حصلت مع صاحبتك، صاحبتك أيوة. حصل معاها مشكله، حصل عندكم حاجه في البيت، في بينكم اسرار ممكن تقولوها لبعض؟ انا بحكي له كل حاجه. انما وهو بيسمع لك؟ هو بيسمع لك؟ لا ما بيرضاش يسمع لك؟ ايوه. بيحس بالملل منك؟ يعني انت بتحس ان هو زهقان منك مش عايز يسمع الكلام ده؟ ايوه. ايه اكتر حاجه بتحسيه لما بتتكلمي معاه فيها بينتبه لك قوي؟ تتكلميه عن نفسه ينتبه لك كده؟ ايوه. وانا انا كنت بحبه تاني مع الوقت. هو تاني الى بعد فتره كان بيحبني برضه، انما بعد كده انا اتخطبت والدكتور لان ما كانش في علاقه يعني. ما العذراء برضه كان، ما العذراء برضه كان هيبهدلك على فكره، ده الحوت ارحم من العذراء في بدايات العلاقه. طيب انا اتعامل معاه ازاي بس؟ زي ما قلت لكم، زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت، اللي ساعات كتير جدا العلاقات القدريه اللي بيعوزوا ربنا احسن من اللي احنا ايه؟ بنعوزه. بس انا ازاي اتعامل مع راجل انا شايفاه دمه تقيل قوي على قلبي، شكله مش عاجبني وتصرفاته، وبيتعامل معايا من منطلق ان هو اتفرض عليا فلازم يقوم بواجب معين من الاهتمام، وفي نفس الوقت لما انا باجي اتكلم معاه ما بيسمعش مني. اول نقطه نقفشها اهي، هو انا ما دام انا بتكلم معاه هو ما بيسمعش مني يبقى هو زهقان مني، والحوت علشان بيزهق بيبقى دمه تقيل. انت علشان تقدري تجذبي نظر الحوت ليكي لازم تكلميه في الموضوع اللي هو بيحبها بس. يعني انت مثلا تكلميه في السياسه لو هو مهتم بالسياسه، تكلميه في الفن لو هو مهتم بالفن، في السينما، في الاغاني، في الشعر، في الشغل،
تقولي له كام حاجه كده، تكلمي عن نفسه، تكلمي عن ستايله، تتفرجي على صوره، تعرفي ذكرياته وحكاياته. بدل ما انت اللي تتكلمي لازم تتحولي لاذن كبيره تسمعيه. الحوت لما هيحس ان في حد بيسمعه هيلجأ له باستمرار على فكره، ومن اللجوء ده هتتولد بينكم شراره الحب المقدسه اللي هي المفروض اصلا تكون بينكم. العذراء اللي سابك او العذراء اللي ما حصلش معاكي نصيب انت كنت ممكن تتبهدلي جدا معاه وانت مش واخده بالك. فزي ما بنقول اللي يعوزه ربنا اكتر من يعني بيبقى احسن بكتير قوي قوي من اللي احنا بنعوزه. ما دام احنا اتفرضت علينا علاقه قدريه معينه احنا ما كناش متوافقين فيها قوي، احنا ممكن نطوع شويه السلبيات اللي عندنا فيها. هو ما بيحبش الرغي كتير، عايزه تحكي له حاجات كتير قوي. انا عايزك لما تيجي تتكلمي مع الحوت تقول له اسكت، عندي النهارده حلقه ليك بمليون جنيه، ماما النهارده كانت عامله مسقعه وبتنجان ومش عارف ايه وبتاع، والضيوف جم علينا وكانوا فاكرين هياكلوا لحمه وضحكنا لما متنا من الضحك عليهم. عايزه تعرف ان في مش عارف ايه، هو اول ما هيلقط منك لقطه الاثاره في الكلام ده كله هيبتدي اولا يسمع لك، لكن وما تنونولوش، يعني ما تقعديش تقولي له الكلام بشكوى، بيزهق من الشكوى. كلميه عادي، كلميه بلقطه قوه شخصيه وصياعه كده، وان انت فاهمه الحاجات الموضوع ده. فالحاجات دي ممكن تخلي الحوت يقرب منك اكتر من حته التوافق الفلكي. وزي ما قلنا اللي يعوز ربنا احسن من اللي احنا نعوزه. معانا مكالمه، معانا تليفونات كتير قوي الحقيقه، معلش يا جماعه ما انا برضو لازم اقول كلمتين. ماشي يا كنترول، دي المكالمه ونقول الو. الو، ايوه. السلام عليكم. ازيك يا عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا اختي برج الحمل. ايوه. متقدم لها واحد برج الدلو، كنت عايزه اعرف مدى التوافق بينهم التعامل يبقى ازاي. جواز صالونات؟ لا صالونات ولا حاجه. ده امال يعني هو متقدم لها عارفها؟ عرفنا ومقبل عليها فرحان بيها. جدا. يبقى مفيش مشاكل، قولي لاختك تبطل نكد. واخده بالك؟ يعني قولي له تتعامل مع الراجل الجدي دي معامله كلاسيكيه لذيذه جدا، يعرف ان هو خاطب اميره، يعرف ان هو خاطب هانم، ما يعرفش ان هو خاطب بلطجيه، ما يعرفش ان هو خاطب واحده لسانها اطول منها. ما ينفعش الجدي، لازم يحس ان هو معاه حاجه كلاسيكيه كده علشان يروق ويطلع اللي عنده. لا الدلو، الدلو قصدي، حمل الدلو. سوري قصدي الدلو، معلش. ها كنت عايزه اتوافق بين العقرب والدلو. وانت عقرب؟ معاكي دلو؟ شكلكوا ايه اليومين دول؟ يعني مشاكل. كلميه بيرد عليكي في التليفون؟ لا ده جوزي. جوزك بيشتكي لك كتير؟ بيشتكي مني. بيشتكي مني. ما دام بيشتكي منك يبقى بيحبك على فكره، ولا كنت سامري خليه يشتكي منك على طول، بس ما تقليش. ما تقليش، ما تقليش. يعني ايه خليه يشتكي منك؟ هو طول ما هو بيشتكي منك يبقى في حيويه وفي نوع من التقبل، فهو الموضوع ده مفيش مشاكل منه. على فكره عدم التوافق ساعات كتير جدا جدا بيخلي الجدي يستمر في العلاقه الزوجيه اكتر من التوافق. تعرفيش الراجل ده عايز ايه بالظبط، بس هو ده علاقته يعني بالجواز بتبقى بالشكل ده. طيب انا عايز اقول حته في الخوف برضو، علشان يعني احنا كده برضو زي ما قلنا قبل كده ان احنا ساعات كتير جدا بنلاقي ان الخوف بينتابنا من الامور اللي هتحصل مستقبليا. في ناس بيخافوا من الفشل، ها، في ناس بيخافوا من الحشرات، وفي ناس بيخافوا من الغرباء، وفي ناس بيخافوا من غرباء الاطوار، وفي ناس بيخافوا من الناس الودودين الاكتر من اللازم، وفي ناس بيخافوا من الحقنه والسرنجه، وفي ناس بيخافوا من العمليات الجراحيه، وفي ناس بيخافوا من الحيوانات الاليفه. الموضوع ده بيعكس على قد ايه الانسان ما بيقدرش يتخلى عن خوفه. يعني هو انا لما هشك ابره كده ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه اللي يخليني طول الوقت اخاف واخش واكش في بعض، يخش في بعض كده زي الاريا اللي مجرد ان انا اخد سرنجه ولا اخد ابره مثلا. الانسان ليه بيبقى معتز قوي قوي بكتل الخوف اللي بتبقى عنده؟ على ان الانسان بيعتز بكتل الخوف علشان هو بيبقى عنده مخاوف اكبر منها، فبيستخدم المخاوف الصغيره دي في الموضوع ده، لان المخاوف الاكبر منها هو ما بيبقاش عنده ليها ادنى مقاومه، فيعمل مقاومه للخوف اللي هو درجته اقل، يخاف من الحيوانات، يخاف من الحشرات، يخاف من الفشل. لان اوقات كتير جدا بيبقى احنا مثلا داخلين في اختبار، الامتحان خوف كلاسيكي ومعروف كبير قوي ده، يعني في كوابيس مشهوره جدا واكيد كلنا بنعاني منها، ان انتوا تحلموا بليله الامتحان. اكيد كلكم بيعد عليكم الموضوع ده، ان انتوا بتحلموا بليله الامتحان، يا اما اتاخرتوا وما دخلتوش في الميعاد المناسب، يا اما جات لكم الورقه صعبه جدا جدا وانتوا اصلا مش مذاكرين
الموضوع ده بيبين الانسان قد ايه بيبقى عنده وجدان جمعي من المخاوف كلها، وبيبقى عنده خوف من الالتزام نفسه. يعني الالتزام بيبقى بالنسبه له مجرد حاجه تقيله قوي عليه وخايف عليه. اعرفه كويس قوي ان الفشل مش هيموتكوا قوي قوي كده. يعني ان انت تختاري انسان ما كانش ملائم ليكي ولا مش من مستواكي، لازم يبقى عندكوا سنه الشجاعه، سنه خوض التجربه. ان انا ايه المشكله ان انا اخش في التجربه دي، ان انا اخش في المواجهه دي. حماتي عملت معايا كذا، ولا سلفتي زي ما رشا مثلا بتقول، ولا انا مثلا مش قادره اواجه صديقتي شخصيتها قويه، او بمجرد ما اتكلم تروح هي قافلاني او تشحنني بالسلبيه، فتلاقيني خايفه باستمرار من تطور علاقه بيني وبينها. جوزي بيعمل كذا، جوزي اوكي جوزي بيعمل حاجه معينه، انا خايفه قوي قوي من رد فعله في كذا معينه. الخوف يا جماعه والجبن ما بيولدش غير مشاعر سلبيه كبيره جدا جدا، بتخلينا ما نبقاش قادرين ان احنا نتعامل بشكل سليم ومنطقي مع الامور. لازم نقلل خوفنا شويه. وزي ما قلنا قبل كده ان في ابحاث فلكيه بتقول ان ساعات جدا الجن والشياطين، احنا على فكره بقالنا كتير ما اتكلمناش في الحاجات دي وانا بحب اتكلم فيها على فكره، ما يعني عندي ميول ان انا اتكلم برضو في الحاجات دي، ده انا مؤلف قصص رعب من الدرجه الاولى يعني. فاحنا هنشوف الموضوع ده ونشوف ازاي ان الخوف اوقات كتير بيسيطر على حياتنا بشكل او باخر. في ناس كمان بيخافوا ان مظهرهم يبقى غير لائق، انها تظهر مثلا منكوشه، انها تظهر خاسه شويه ولا تخينه شويه قدام الناس، فتبقى قلقانه قوي او مش لابسه مظبوط قوي. عادي عيشي المود، خدي المود. الموضوع مش الانطباعات الاولى لما بتكون الناس شايفاك لاول مره لا تدوم، عادي جدا. تقبلي نفسك زي ما انت عاملاها بالظبط، او تقبل نفسك زي ما انت بالظبط. الموضوع ده بيخليك تكتسب ثقة معينة وتقتطع جزء كبير قوي من الطاقة المبذولة في ان انت تغير نفسك لحساب الاخرين، في ان انت توفر مجهودك في حاجة تانية. فالمواضيع دي كلها بتضيع وقت البنات وبتضيع وقت الشباب، وبتخليهم بتخلي الخوف ياكل بينهم حاجات كتير قوي 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 هم ممكن يعني يتجنبوها لو ما خافوش قوي. بس طبعا احنا عندنا مخاوف كبيرة قوي، يعني زي المخاوف العامة اللي موجودة دلوقتي، يا ترى هيحصل ايه في الشارع. نرجع للسؤال اللي احنا كنا قلنا فيه، كنت انا رسلت ناس قبل كده ولما سالتهم اجمعوا على ان سنه 2013 سنه تصفيه الحسابات وسنه اللعب على المكشوف، وان كل القوى الموجوده او المسيطره هتتعامل بطريقه مكشوفه جدا، والموضوع دون هيبقى محدش هيدفعه غير الناس اللي ملهاش صله اصلا بالموضوع واللي نفسهم ان تبقى حياتهم تقليديه. لا يا جماعه، الحياه مش تقليديه، وطبع والتغير من طبائع الشيء. يعني احنا لازم نبقى عارفين كويس قوي ان الحياه بتبقى ليفت ورايت، وطول واحنا شويه بنيجي الناحيه دي وشويه بنيجي الناحيه دي، ولازم نتعايش مع الظروف. ما نسمحش لمخاوفنا تسيطر علينا. كفاية أصلا الأجواء العامة مليانة مخاطر، كمان يبقى المخاطر دي متأصلة جوه نفسيتنا ونتعامل بكذا. لا، احنا بدل ما نتعامل بخوف نتعامل باهتمام، نتعامل بأن هنشوف اللي بيحصل ده ايه. قنابل الغاز مش قادر اقول لكم عامله ريحتها عامله ازاي، اصلا بتبقى عامله زي الغوص صابون السخن، بتبقى على الوش كده. ربنا ان شاء الله ما يدوقها لكم، وهنشوف الموضوع ده مع بعض. نقرا الرسائل، نقرا الرسائل كنترول. ماشي. انا دلو وخطيبي دلو، عايزه اعرف التوافق بيننا، وكمان انا مش عارفه اتعامل معاه ازاي، كل حاجه مش واضحه، كل حاجة مش واخدة جد، وأنا عصبية فمش بنتفاهم. بليز ريبلاي. أوكي. الدلو والدلو على فكرة ممكن يتفقوا جدا جدا مع بعض، مفيش أي مشاكل، بس أنت بتتعصبي ليه؟ هل أنت طول الوقت محسسة إن هو معيشك في الوهم مثلا؟ والكلام اللي بيقوله مش حقيقي، والحماس اللي بيقوله مش مؤقت، اصل الدلو ساعات كتير بيعمل الرجاله الدلو ساعات بتعمل الحركات دي، فتلقط البنت الكلام ده كله وتسقطه على عدم احساسها بالامان اصلا، فتلاقيها طول الوقت بتبقى متنمره قوي للراجل. وعلى قد ما هو يعرف الدلو طبعا راجل فراس، بيعرف ازاي يجيب النقطه اللي تضايق قوي قوي ويروح متكلم فيها كده، ليه انا على فكره قصد كذا كذا، فيهز ثقتها في نفسها، نضيف على ثقتها في نفسها عدم الاطمئنان من ناحيته، فيولد الانفجار او العصبيه اللي بتبقى موجوده في البنت. الدلو اتعاملي معاه ببرود،
اتعاملي معاه ببرود وحنكه وذكاء، ولازم يعرف ان انت عندك بعد وعندك كتمان معين ومخزنه له حاجه معينه. هو طول ما هو عارف ان انت بتخزني له تصرفاته هو هيراقب نفسه، وتقدروا تتواصلوا مع بعض بطريقه اصح من كده بكتير. انا منى برج الحوت، عاوز اعرف مميزات وعيوب برجي وعندي 15 سنه. يا منمن ركزي اهم حاجه قوي في الدراسه، ولو انت عندك مواد بتحبيها عن المواد الثانيه حاولي تميزي نفسك فيها علشان تتفوقي على اقرانك وتخرجي خارج المنافسه في الموضوع ده. يعني ممكن يقولوا منى دي وحش كيمياء، منى دي بتاعت فيزياء من الدرجه الاولى، منى دي بتذاكر فلسفه زي الرهوان، ومش مهم يحسدوكي عليها، المهم انك تتميزي قوي قوي في الموضوع ده. الموضوع ده هيخلق لك تميز شديد قوي قوي بين اصحابك وهيديك امتيازات بعد كده انت مش متخيلاها. والنبي عاوز اعرف، انا برج الميزان وخطيبي جوزاء، ايه التوافق وهنكمل مع بعض ولا لا؟ كملوا مفيش مشاكل. الميزان والجوزاء بيبقوا حلوين قوي قوي، بس الميزان بتبقى شاكه طول الوقت في تصرفات الجوزاء. صهيني علشان الامور تمشي اكتر من كده. انا نهال برج الحوت ومرتبطه بواحد برج الجوزاء وحاليا سايبين بعض، عاوز اعرف نسبه التوافق بيننا صفر. الجوزاء والحوت ما بيتفقوش عاطفيا، لكن العلاقه سبحان الله بتستمر. في حاجه معينه كده عند الجوزاء بيحتاجها الحوت ما تعرفوش ايه هي، فتلاقيهم ينقطعوا ويزعلوا، ويبقى الانقطاع اللي هو انت عملت كذا كذا، هو اللي كنت عملت كذا، ويروحوا قافلين التليفون، وبعد كده ما يرجعوش يتكلموا مع بعض الفتره. بعد كده تلاقي الجوزاء ظهر في الافق، فالحوت يحن وتفضل العلاقه مستمره بالشكل ده. وانصحك انكم تتقطعوا مع بعض علشان العلاقه مع الحوت تستمر اكتر من كده. دي كانت اخر رساله احنا اتكلمنا فيها النهارده. اتكلمنا عن الخوف، والحلقه الجايه برضو هتكلم عن شويه الحاجات اللي بتخوفنا. وعايز اقول لكم ان اوقات كتير جدا الاستجابه لمخاوفنا المتاصله في ذاتنا بتخلينا نفقد حاجات كتير قوي، وساعات كتير قوي بنفقد الجاذبيه، وبنفقد ان الناس شايفانا حلوين او جذابين او عندنا حاجه محدده. اصدقائي ما تخافوش، غزوا مشاعر الخوف وحطوا مكانها مشاعر تانية إيجابية تخليكوا أقوياء الشخصية، وما ينفعش تظهروا خوفكم للآخرين. واعرفوا كويس قوي إن الخوف من إن لما الآخرين يعرفوا مخاوفكم، مش كل الآخرين ممكن يحبوكم، ممكن يستغلوا الموضوع ده أسوأ استغلال ممكن في استعباككم أو السيطرة عليكم أو استغلالكم أو استنزافكم عاطفيا. لازم مخاوفنا تكون داخلية وسنة سنة تدريجيا إن إحنا يعني مش هقدر اعمل كده ان احنا نكون يعني اقدر على مواجهه مخاوفنا واقدر. وعلى فكره عموما الاجواء صعبه دلوقتي في مصر، لكن ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنقدر نتخطى كل الصعاب، هنقدر نتلم على بعض تاني، وهنقدر نصنع مصر الجديده ان شاء الله بخير وامان. ربنا يستر عليك يا مصر، بنحبك قوي قوي قوي، ونتمنى لك الامن والامان، وربنا يعدي الامور كلها على خير ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه، مولع شمعه بس كانتش باينه الظاهر النهارده في البتاع. اشوفكم الحلقه الجايه في الحلقه السابعه يوم الاربعاء، يوم الاربعاء الساعه 2 بعد نص الليل. تصبحوا على خير.